مساء الخير. ايه يا عزيزي المشاهد؟ عامل ايه؟ تمام؟ الحمد لله. سؤال النهارده عزيزي المشاهد هو: هل تؤمن بالنحس؟ بمعنى هل تؤمن ان وجود شخص ما او شيء ما بجوارك بيفسد الامور؟ ولا انت اللي بتخربها وبتقعد على تلها وبتستدعي كل اسباب الفشل، ولما المركب تغرق بيك تجري تستنجد بحجة الفشل؟ يا عزيزي المشاهد، ده سؤال فكر فيه، قول إجابتك وهنطرح إجابتك في نهاية الحلقة. الحقيقة عايزين نتكلم النهاردة عن الحقيقة والوهم. يعني مثلا رحيل الكابتن أحمد رفعت، نجم وأحد رموز نادي الزمالك، حقيقة مؤلمة لكنها حقيقة ما نقدرش أبدا نهرب منها. بنعزي أنفسنا وبنعزي حضراتكم وبنعزي نادي الزمالك. وجود محمد صلاح واحمد حجازي وساره سمير، محمد ايهاب، شريف عثمان، فريده عثمان، كل دول اسماء كلنا بنفخر وبنتشرف بيهم، ودي برضو حقيقه سعيده والحمد لله، لكنها حقيقه موجوده ملموسه نقدر نرصدها بنفسنا. الزمالك خسر من الاسماعيلي، دي حقيقه. الاهلي تعادل مع طنطا، دي حقيقه. الاسيوطي عامل موسم جيد جدا، دي حقيقه. عايز تعرف الوهم؟ زمان لما كان الزمالك يعلن انه اقال مدرب وهيعين مدرب، ما كناش بننام، نسهر طول الليل نتتبع خبر هنا خبر هناك، تلميح هنا كلمه من هناك، ونقعد نغزل في خيوط رفيعه قوي 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 عشان نوصل لخبر، رغم اننا ممكن ننام نصحى الصبح نعرفه، بس لا، ما نقدرش نفوت ثانيه. ليه؟ لأننا كنا حاسين إن الموضوع حقيقي، حقيقة زي الحقايق اللي قلتها قبل 60 ثانية. لكن دلوقتي بصراحة وهم، إحنا عايشين في وهم. ناس كتير مهتمة بالموضوع، فإحنا لازم نتكلم عن الموضوع لأن أنت مهتم بيه، وإحنا دورنا هنا نتكلم عن اللي أنت مهتم بيه. لكن عشان أكون صريح معاك، يعني إحنا في بيننا وبين بعض عشرة وعيش وملح. وهم ليه؟ الفترة الجاية هتسمع عن سيفيهات كتيرة جدا وأسماء كتيرة جدا. مستر روبسون روبنسون يقترب من نادي الزمالك، مستر جيمي لانستر ضمن دائرة المرشحين لنادي الزمالك، مستر جون سنو، مستر سيرسي لانستر، ولو إنها مش مستر، المرحوم عمر المختار يدخل ضمن دائرة المرشحين. جلسة بالأمس، جلسة الغد، جلسة اليوم، جلسة بعد غد، ثم إيه اللي هيحصل؟ هيتم تعيين واحد منهم. ثم ايه اللي هيحصل؟ هياخد صلاحيات مطلقه ويتقال له انت رئيس جمهوريه الزمالك لكره القدم. ثم هيجي يمسك الفرقه اللي هي احوالها مش ولا بد، فهيحتاج ياخد وقت. ثم هيخسر. ثم هيتعادل. ثم انا قرفان، انا قرفت، التشكيل مش عاجبني، مفيش عدل، وانا ليا قاعده مع اللعيبه. ثم بالتاكيد بعد الكلمتين دول النتائج ان كانت سيئه هتسوء اكتر واكتر واكتر. ثم هنعلن عن رحيله قبل ما نكون حتى اتفقنا معاه. ثم نقعد بقى معاه في الشرط الجزائي ليك كام شهر؟ ثلاثه. طب تاخد واحد وتسيب اتنين؟ طب تاخد واحد ونص وتسيب واحد ونص؟ طب تعالى كده، طب تعالى كده، طب نطفشك، طب ما بتطفش. وفي النهايه يمكن يجيب سفارته لانه اتمنع من دخول او الخروج الى اي مكان، وفي النهايه هياخد شرطه الجزائي ويرحل. ثم هنرجع لنفس اليوم اللي احنا موجودين فيه النهارده ده، جيمي لانستر وجون سنو وسيرسي لانستر وعمر المختار وكل خلق الله هيبقوا ضمن دائرة مرشحين، والدايرة ما بتخلص، هنفضل نلف ونلف ونلف. بذمتك دي حقيقة ولا وهم؟ بذمتك قادر تهتم زي ما كنت مهتم؟ بذمتك قادر تحس ان في واقع ما وانت بتعيشه والقادم فيه مجهول فانت مترقبه وقاعد بتنتظره، ولا وهم؟ فكر كده معايا، فكر. هتجيب لعيب، اللعيب هيكون ناجح، هيجي عندك هيفشل. هيفشل ليه؟ لان المنظومه ما تنجحش. هيحصل ايه؟ هيمشي، وبعدين يمشي هيحصل ايه؟ هينجح تاني في مكان تاني، وتمشي 15 واحد زيه وتجيب 15 واحد بعده. بعدين تقعد تسال نفسك، هي الناس دي ما بتنجحش عندنا ليه؟ اشمعنى بينجحوا بره ما بينجحوش؟ ببساطة شديدة، اللعيب
ما عليهوش ختم نجاح ولا ختم فشل. مفيش إنسان في العالم، لعيب أو مدرب أو غيرهم، لا معاه ختم نجاح ولا معاه ختم فشل. هو بيجتهد، ويا في منظومة بتشيله بتمشي بيه قدام، يا في منظومة بتشده لورا. هديكم مثال بسيط. لاعب زي مثلا إسلام الشاطر. إسلام الشاطر كان بيلعب في الأولمبي، ومن الأولمبي انضم للمنتخب الأولمبي مع رود كرول 95 دورة الألعاب الأفريقية بهراري لو حد يفتكر. نجح، انتقل للإسماعيلي، نجح، انتقل للأهلي، نجح. بعد ما خلص في الأهلي وهو فوق الثلاثين سنة انتقل إلى حرس الحدود. يفشل؟ لا، نجح. نجح في حرس الحدود، بل إنه كان أحد أفراد الجيل اللي دخل البطولات لنادي حرس الحدود. إسلام الشاطر لعيب عنده احتمالات نجاح عالية. هو كده، في لعيب عنده احتمالات نجاح عالية يقدر ينجح في أماكن كتير، وفي لعيب احتمالات نجاحه أقل. لو أنت نادي بتتعاون مع لعيبة كتير جدا جدا، هل لازم كلهم يبقى احتمالات نجاحهم عالية؟ لا، في الاحتمالات نجاحه عالية وفي الاحتمالات نجاحه أقل. دورك أنت إيه بقى؟ دورك إن أنت كنادي يبقى احتمالات نجاحك عالية، فتعلي قوي الاحتمالات نجاحه عالية وتشد معاك الاحتمالات نجاحه مش عالية. لكن الحقيقة اسأل نفسك، هل أنت نادي احتمالات نجاحه عالية، ولا الناس بتنجح بره وتيجي تفشل عندك، سواء لعيبة أو مدربين؟ تاخدوا مثال كمان، تاخدوا 20 مثال كمان. هديكم مثال تاني خارج نادي الزمالك. طلعت يوسف وطارق العشري نجحوا في كل مكان اشتغلوا فيه إلا نادي الاتحاد، بيتهم. ليه؟ احتمالات النجاح فيه بالنسبة لهم ما كانتش عالية. كان في ضغوط، وفي لعيبة اللي هم أولاد النادي وليهم جماهير، فلو جيت تستبعد واحد فيهم هيحصل هجوم عليك، فأنت ممكن تمشي أمورك بالسياسة، وشوية هنا وشوية هناك الفرقة تقع منك وتمشي، في حين إن هم نفسهم بيدربوا في أندية تانية وبينجحوا. إيهاب جلال في المقصة في أول موسم له خسر 6 من الجيش. ده لو نادي جماهيري حواليه ضغوط من كل الناس ومجلس الإدارة ما بيعزلش الفريق، كان كمل؟ ما كانش كمل، لكنه كمل. ليه؟ مفيش ضغوط، احتمالات نجاح عالية، نادي وفر احتمالات نجاح عالية. فحصل ايه؟ حصل نجاح. في الزمالك عشان تنجح محتاج حاجة مهمة جدا، لازم اللعيبة كلهم يكون احتمالات نجاحهم عالية جدا، والمدرب يكون احتمالات نجاحه عالية جدا جدا جدا، ولازم الأهلي يكون واقع شوية عشان انت تنجح. والمدرب عشان يشتغل في الزمالك امام احتمالين، اما انه يبقى زي مستر روبسون روبنسون اللي اتكلمنا عنه من شوية، اللي هيحتاج وقت فهيخسر فهيتعادل، فهنبقى أنا قرفان، أنا طهقان، أنا ليا قاعدة، وهيمشي. يا إما هيكسب ويكسب 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 وياخد الدوري وياخد الكاس ويروح يلعب السوبر وكهربا ياخد ضربة الجزاء ويضيعها فيبقى فاشل. احتمالات النجاح في الزمالك، أنا بتكلم عن احتمالات نجاح عالية، لأ أنا مش بسأل هل هي عالية ولا واطية، أنا بسأل إيه هي أصلا احتمالات النجاح في الزمالك. إذا كان اللي خد الدوري والكاس لأول مرة بعد 28 سنة عشان مباراة كان متسيدها وبسبب تهور من لاعب خسر المباراة، مباراة خد دوري وخد كاس بس خسر المباراة بقى فاشل، مين اللي هينجح لو ده فاشل؟ بالمناسبة أنا مش من درويش فريرة قوي، يعني أنا من درويشه ككاركتر، كشخصية، كقائد. فنيا أنا مش من درويشه أو معجب بيه، بس مش من الناس اللي أنا معجب بيها زيادة يعني. لكن سيطر على الفرقة، نجح الفرقة، وبرضه طلع فاشل، مين اللي هينجح؟ اسأل نفسك مين اللي هينجح؟ هل انت منتظر مني النهاردة واحنا بندور على مدرب ان اقول لك يا ريت فلان يجي، يا لو علان ده يجي، يا لو ترتان ده يجي؟ ما هو هيمشي فين؟ يا هيمشي زي روبسون روبنسون، يا هيمشي زي فريرة، وفي الاخر النهاية واحدة. يا عزيزي المشاهد، تمام؟ ترى نتكلم في الكرة؟ يلا بينا. البداية وقبل الكلام عايزك تركز معايا كده عشان نوصل للفكرة اللي أنا عايز أقولها. لو دورت في كل مكان في العالم دلوقتي تقريبا هتلاقي إن فكرة الفرق اللي بتجمد قلبها وهي بتلعب كورة، ما بتكشش، ما بتستخباش جوه ال 18، هي اللي في مراحل تقدم ونجاح. هتقولي لا كله، لا مش كله، في فرق بتعرف تقفل وتلعب كورتها وتنجح. زي مين؟ زي الحسين عموتة في الوداد اللي نجح إن ياخد دوري أبطال أفريقيا بنفس الطريقة في كل الماتشات. لكن لو رحت إيطاليا، إيطاليا إيطاليا شخصيا كرة الكاتيناتشو، كرة الدفاعية، كرة المعقدة، الأنتي فوتبول، مين متصدر الدوري في إيطاليا؟ إنتر. مين مدرب إنتر؟ لوشيانو سباليتي. بيلعب إيه سباليتي؟ بيلعب بيلد أب، بيطلع بالكرة من تحت لفوق على الأرض. هل ده ريسكي؟ ريسكي، لكن هو قرر يعمل إيه؟
جمد قلبه، يجمد قلبه ويتحمل جزء من الريسك في مقابل انه لما يتقن الموضوع، وده بياخد وقت بالمناسبه، بس خلينا في اللي احنا فيه، لما يتقن الموضوع هيبقى اعلى من كل الفرق اللي بتلعب ضده. مين كان قبل سباليتي بدا في السكه دي؟ كان ساري مدرب نابولي اللي عامل طفره بنابولي، ده في ايطاليا. طبعا مش حد امثله في اسبانيا، الاسبانيا كلها بتلعب كده تقريبا. لكن تعال نروح انجلترا. انجلترا برضو مش هتكلم عن بيب، لان بيب ده العراب، ده البوس، ده الكبير، ده الرائد، ده الفيلسوف، ده مش موضوعنا. تعال نروح لبوتشيتينو مدرب توتنهام اللي عامل طفره بتوتنهام ونتائج توتنهام، وحط توتنهام من مكان في نص الجدول او حاجه بتنافس على التوب فور او تحت التوب فور على طول لفريق في التوب ثري، وكان بينافس على الدوري من سنتين. بوتشيتينو عمل كده بايه؟ بكرة البيلد اب. العب على الارض، اطلع من تحت لفوق، العب كوره، ما تخافش هتتقطع منك قدام، هيجي فيك جوال، يمكن تخسر ماتشات، جمد قلبك، جمد قلبك، ما تخافش، العب كوره. وده اللي خد بوتشيتينو وراح بيه بعيد. واضح انه ترند بيجتاح العالم، ووصل مصر، وصل مصر وبدا بيه بقدر ما ايهاب جلال، والعدوى انتشرت، وعماد سليمان في المقصه دلوقتي، وعلي ماهر هايل في الاسيوطي بنفس الطريقه. جمد قلبك وما تخافش، لان اللي بيخاف بيخسر، اللي بيجمد قلبه يمكن يخسر النهارده، لكن بالتاكيد لو اتقن اللي بيعمله وهو بيجمد قلبه هيكسب بعدين. ايه لازمه المقدمه الطويله العريضه دي؟ لازمتها هتعرفه دلوقتي. تعال نشوف مباراه الاهلي وطنطا اللي ما كانش فيها فنيات كتير تذكر، لكن كان فيها نقطه مهمه جدا. اتفرج على طنطا في الشوط الاول وهو خايف بيلعب الاهلي، هخسر، يا نهار ابيض، يا نهار اسود. وطنطا في الشوط الثاني، البدايه في الشوط الاول، وطنطا وهو بيرتكب بلغه التنس الان فورسد ايرور، انت مش مضغوط ومش مضطر وبترتكب الخطا بمنتهى السهوله لانك متوتر جدا، انت خايف جدا جدا من فكره الاهلي. الاهلي بطل الدوري سنتين، فالاهلي نعمل قدامه ايه؟ مش عارفين نفكر، تفكير اتشل، ليه تلعب الطويله مش عارف، بترجع الكوره عمرو السوليه، بتتحول لانفراد لوليد ازارو في المساحه جنب اللي انت كنت واقف فيها، توتر شديد. انا مش بتكلم كوره دلوقتي، انا بتكلم هنا، انت هنا مرعوب، قررت تنزل هنا مرعوب. النتيجة ايه؟ نتيجة اخطاء في اخطاء في اخطاء في اخطاء، حتى التشتيت اخطاء، عد من ده كتير، عد من ده كتير، توتر غير عادي. هنرجع للمقصة كمان شوية عشان الكلام هنا مهم. توتر توتر توتر، قالش غلط، مرعوب من الكهرب، مرعوب من الكهرب، مرعوب من الكهرب. والنتيجة ان الاهلي خلص الشوط الاول متقدم 1-0 وانت من الكهرب. الكهرباء فادتك؟ فادتك؟ ما فادتكش. انا هنا مش بتكلم في الكوره، ان الماتش على مستوى الكوره والفنيات ومين اتحرك يمين ومين اتحرك شمال ما فيهوش كلام كتير يتقال، ومش عايز انا يعني اغطس جوه حاجه ما تتقالش واحاول اولها، لا، خلينا نتكلم في المهم. المهم ان ده الشكل وانت نازل مرعوش، وده شكل كل اللي نزل مرعوش. طب في الشوط الثاني لما جمدت قلبك شويه وما خفتش وانت كده كده خسران، كان شكلك ايه؟ تعال نشوف. اخر لعيب في الملعب كره تحت رجلي، واحد اتنين تلاتة، خد بالك ان الماتش نتيجته معبرة تماما عن ادائه، نتيجته معبرة تماما عن ادائه. في الشوط الاول وانت متكهرب كنت خسران، في الشوط التاني والجرأة واتقدمت وبقيت تهاجم وما تخافش، تحط الكرة تحت رجلك وتلعب على الاهلي عادي، ما احنا بنلعب كورة يعني، مش بنخترع، ما فيش حاجة بتقرص، ما فيش حاجة بتشوك، ما فيش حاجة بتكهرب. والاهلي الحقيقة السنة دي فعلا يعني ممكن يخسر، لا ممكن يخسر فعلا، الموضوع لا يتطلب اكتر من انت تجمد قلبك وتلعب ماتش كويس. طبعا فنيا يعني الكلام ده مش لا يغني عن الفنيات، اصل في ناس بتسيب الفنيات خالص، يقول لك ايه اهم حاجه القلب، اهم حاجه الروح، اهم حاجه الشجاعه. كل ده مع الكوره يعني، مش نازل، مش نازل خناقه، نازل نلعب كوره في الاول. فلو عندك كوره وقلبك جامد بس شويه تلعب، تلعب وما تخافش، وتبقى خسران وتتقدم وتهاجم وما تقلقش فتتعادل، ويبقى عندك فرصه كمان انك تروح اكتر. بص هنا الشكل بقى عامل ازاي في الشوط الثاني، بص هنا الشكل بقى عامل ازاي في الشوط الثاني. الموضوع ملوش اي علاقه بالفنيات، مفيش اي تغيير تكتيكي حصل في الملعب، وتعادل الاهلي اللي هو بالمناسبه بيرتكب اخطاء دفاعيه السنه دي كتير جدا. زي ما قلت لكم قبل كده، الاهلي السنه اللي فاتت خد الدوري بايه؟ بندفعه قوي جدا وهجومه جيد، دفاعه حارس مرماه اقوياء جدا وهجومه جيد، فصعب تسجل فيه، صعب تكسبه. هو ممكن يكسبك 1-0، هجومه جيد دي مش معناها لا، جيد جيد بالنسبه لك انت، ممتاز كمان بالنسبه لبقيه الفرق ممتاز، لكن هو عموما جيد. الاهلي السنه دي العكس، حاول يطور الهجوم، الجاكيته في البنطلون
ضرب، الاهلي السنه دي عنده كميه اخطاء دفاعيه واخطاء في حراسه المرمى غير عاديه، بس مين يستفيد؟ ابو قلب جامد. كمل مع طنطا اللي مفيش اي تغيير تكتيكي، مفيش اي تغيير تكتيكي، لكن في قوه شخصيه شويه في الملعب. محمد جابر لعب ماتش هايل هايل النهارده كالعاده، يعني محمد جابر تقريبا كل الماتشات هو كارت ناحيه اليمين هايل. واللاعب رقم 22 اسمه محمد المرسي، لعيب هايل من السنه اللي فاتت، نزل في الشوط الثاني برضه لعيب كوره. بص هنا برضه كوره في نص ملعبك، مفيش اي رعب، مفيش اي تطفيش، حط الكوره تحت رجلك والعب. محمد المرسي لعيب هايل هايل رقم 22، لعيب ممتع من السنه اللي فاتت بالمناسبه، مش من السنه دي بس. لكن انت لما قلبك جامد شويه ولقيت نفسك موجود في الملعب ونزلت كمان لعيب كوره وما خفتش وقلت لا العب ب 17 ديفندر و 90,000 واحد في الدفاع، لا نزلت لعيب كوره، لعبت كوره على الاهلي وصلت، غير انك سجلت وصلت. على فكره طنطا النهارده كان ممكن يكسب، مش كان قريب قوي من المكسب يعني، الاهلي كان اقرب بس كان ممكن يكسب من هجمه من الثانيه مرتده في الثانيه، كان ممكن يكسب. ليه؟ لانه اتغير هنا مش هنا، لا اتغير هنا وهو نازل الشوط الثاني. طب تعالى نروح بقى للحاله الاكستريم، احنا اتكلمنا عن النادي دلوقتي، فريق خاف وشفنا، جامد وشفنا. طب تعالوا نشوف بقى اللي جامد قوي، اللي جامد قوي قوي. مصر المقاصه اللي اختار يضغط على الاهلي من فوق خالص، اللي اختار يضغط على الاهلي من فوق خالص. هل الاهلي تحت الضغط بيبقى قادر؟ اول واحده ما شفناهوش قادر، تاني واحده والضغط مكمل الاهلي بيخسر الكوره. اجمد انت بس وما تخافش والعب من قدام، هتلاقي الموضوع في المتناول، الموضوع فعلا في المتناول. ما حدش يفهم كلمه في المتناول دي ان سهل، عشان بس انا عايز اكون واضح في كلامي ومحدد جدا، مش سهل. بس لما بتلعب كده النتيجه بتكون احسن انك ترجع تدافع، يعني ما يعني التجربه اثبتت ده، لما تلعب ده ده بيكون افيد لك. يعني هتقول لي مثلا طب ما امبي مع ايهاب جلال عمل كده وخسر، خسر بيحصل، يعني اللي انا بقوله ده مش قانون، انا بقول لك احتمالات، احتمالات انك تلعب كده ويبقى قلبك جامد قدام الاهلي، قدام اي حد مش الاهلي، انا ضربت لك امثال بانتر ونابولي وتوتنهام ضربت لك امثال في كل حته، بس احتماليه ان يبقى قلبك جامد وبتلعب وما تخافش ده بيخليها بتوصل بيك لنتائج احسن بكتير من احتماليه انك تبقى نازل عامل كده. شفناها في الاسيوطي بعد الام بي لعب بنفس الطريقه، خسر سكور، لكن الاسيوطي رجع لعب بنفس الطريقه، الاسيوطي طلع من دوري الممتاز به، لعب جيم كبير قوي قدام الاهلي. ثم جه بقى الاكستريم اللي هو المقاصه واللي احنا مكملين معاه دلوقتي، واللي هو بيضغط على الاهلي من ثلثه الاولاني ومش عايزه يطلع بالكوره، مش عايزه يطلع بالكوره. بمناسبه اللعيبه اللي احتمالاتها عاليه واحتمالاتها، شفتوا محمد مسعد؟ طب فاكرين محمد مسعد؟ ما علينا. الاهلي بيفقد الكوره، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل المقاصه بياخد الكوره تاني وبيحط الاهلي دايما ورا، بيخلي الاهلي دايما وشه لورا من كتر الضغط، الاهلي وشه مش قادر يلعب قدام، العب الطويله، افقد الكوره. على فكره نتيجه ماتش الاهلي والمقاصه مش نتيجة خادعة، نتيجة معبرة تماما، بل إن المقاصة كان ممكن يبقى كسبان أكتر، يعني لولا إن ده الأهلي وبيخوف وجه في آخر 10 دقايق قام شادد جدا وقام معلي الريتم والمقاصة قام رادد ورا، لا الماتش ده يخلص أكتر من كده. بس هو كان قلبه جامد، قلبه جامد وفرقة حلوة، مش عايز أقول بس قلبه جامد عشان أنا زي فكرتي حسام حسن بيلعب بالروح، لا ما بتكلمش على الكلام ده، لازم يكون عندك كورة ومع الكورة لازم تكون واثق من نفسك تنزل تلعب كورة 11 ل 11، تكسب تخسر، ما أنت ممكن تخسر، إيه المشكلة يعني؟ هو أنت يعني طول عمرك قاعد بتكسب جيت المرة دي خايف قوي فقلت أدافع؟ طول عمرك بتخسر. انزل العب بقى كوره. تعال نكمل تاني نفس فكره الضغط، الضغط الضغط الضغط، مش عايز الاهلي يطلع بالكوره فالاهلي يضطر يلعب تتقطع. عدته كم مره؟ شوف بقى هجمه في الثانيه في الثالثه، قيسوا الكلام ده على طول الماتش. طبعا انا كان ممكن اضرب امثله من هنا لبعد بكره، بس للاسف ما عندناش وقت، احنا عندنا ساعه ونص. لكن الاهلي كتير قوي 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 اتضغط عليه من ثالثه الاولاني، ما عرفش يطلع بالكوره، فقد الكوره، المقصه استحوذ على نص الملعب. بالمناسبه المقصه في المباراه دي كان في جيم تكتيكي عالي قوي. فاكرين قلنا قبل كده على نص ملعب الاهلي بيلعب اثنين بس، عاشور سوليه او فتحي سوليه، المهم ان في اثنين. اللي حصل في مباراه المقصه ايه؟ اللي حصل ان كان في اثنين قصادهم اثنين اللي هم تراوري وريكو، لكن كان بيضم عليهم حسين الشحات وبيضم كتير جدا جدا معظم الوقت من ناحيه اليمين فوافي، فكان دايما في كثافه عدديه على قلب نص ملعب الاهلي في ظل جناحات صانع العاب وفرود ما بيدافعوش قوي، وفي ظل هجمه رتمها سريع قوي 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 من المقصه بتخلي حتى دول لو عايزين يرجعوا يدافعوا ما بيلحقوش. فهو اتخطف من الاهلي المكان ده، المكان ده اللي الاهلي دايما بيخطفه من كل الفرق، الدايره قلب الملعب. انت بتلعب باثنين، لعبت قدامهم باثنين، وواحد ضامم عليا من هنا وواحد ضامم عليا من هنا حسين الشحات وفافي، خد قلب الملعب
من الاهلي فقدر يعمل كل اللي عمله. طب تعالى نشوف المقصه بقى اللي هو بيضغط ياخد الكوره، هل هو نفسه بقى بيعمل ايه ومعاه الكوره؟ خلاص ضغط خد الكوره كتير. اتفرج بقى على اللمسه ولعبه والتحرك بدون كوره بمنتهى السلاسه والسهوله. باك شمال طاير عادي جدا محمود وحيد مش راجع مرعوب، وده ده الوينج ليفت، وده حسين الشحات اللعيب رقم 10. خش جوه الملعب، خد بالك هنا، بص وقف بقى هنا، وقف بقى هنا، ده عبد الله السعيد. باك ليفت وينج ليفت دايما معاهم محمد هاني، محمد هاني مش قادر، احمد فتحي ضامم. بتكون النتيجه ايه؟ ان السلال لوحده في نص الملعب. ليه؟ لان الجزء الامامي للاهلي ما كانش بيساعد زي كل فاكرين كنا كل ماتش كل اسبوع في نفس المكان اللي انا واقف فيه ده، كان لازم يساعدوا الباكين، واللي بيخلوا مهمه الباكين بس ان هم يلموا من وراه. انا اخش هضغط اعمل الكره تطول سنه اخد انا واخدها، لا محتاج بقى اعمل تاكلينج ولا اتخانق ولا اقطع هدومي ولا اقطع هدومك، مجرد تواجدنا احنا الاثنين جنب بعض بيخلي المرور مننا صعب. المره دي كان ايه الموجود؟ احمد محمد هاني، واحمد هاني مش قادر، مش ملاحق فعلا، مش ملاحق على مسعد وعلى محمود وحيد. النتيجه ايه؟ احمد فتحي ما يقدرش يسيبه كده، مايل عليه. احمد فتحي لما مال عليه ايه اللي حصل؟ السوليه اتساب لوحده. لما السوليه اتساب لوحده ايه اللي حصل؟ خلينا نشوف. كره تحت رجله، اعصابه اهدى بكتير جدا، بتروح الكره لنفس المكان، لنفس المكان، وهنا عبد الله السعيد في احد المرات اللي بيرجع فيها. مسعد محدش قادر، محدش قادر. مسعد ده اللي هو كان في الزمالك ما لعبش اصلا، مش لاعب وحش، هو ما لعبش اصلا، بس في منظومه بتساعد على النجاح. ما علينا. تاني انتوي، واحده مفيش اي توتر، يعني قارنه ده باللي شفناه من طنطا في الشوط الاول، مفيش اي توتر. ريكو اوف اوف اوف، لا ارجع 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 سنه، ارجع سنه، ارجع سنه هنا معلش، عشان اللقطه دي كاشفه برضو، كاشفه. ديفندر مال سوليه، ديفندر مال ساب واحد بس في القلب تتلعب الكره، جت الزياده، الواحد جه على مين؟ على حسين الشحات. الزياده جت منين؟ من ريكو، كمل الكره، عبد الله السعيد هيجي ورا باين هيقف، عبد الله السعيد وقف، وقف هنا رغم ان كان ممكن ريكو 1 2 بقى ريكو في موقف كويس جدا، بس عبد الله السعيد وقف، وقف خالص. وليد سليمان فوق الكره، مفيش حد تاني من النص الهجومي للاهلي موجود بيساعد، كمل الكره. بص عبد الله السعيد وقف فين؟ كان ممكن الكره دي تبقى بمنتهى السهوله انفراد لولا انها تلعب بيك تحت رجل تراوري. بص بقى الهدوء والرزانه في لعب الكوره، قلبه جامد مش خايف من حاجه، هي موطه ولا اكتر، هنخسر نخسر بس العب كوره. تراوري واحد اتنين، مسعد تراوري جابها دي كانت جابها مستباحه. وهنا كالعاده هنرجع تاني عشان اسالكم سؤال مهم جدا، نرجع نفس الكوره دي تاني. ده الوينج رايت وليد سليمان، اذا الباك رايت ايه؟ مكشوف. مش اتفقنا ان الوينج لما بيضم على الباك بتبقى مقفوله، ولما الوينج بيسيب الباك بيبقى فيها مشكله؟ تعالوا نشوف اللي حصل كده. الوينج رايت طاير وليد سليمان، طلع وليد، وادي اجاي، لكن هنا وليد هنا اجاي، تراوري وراح اجاي. مين اللي رايح يكمل مع فتحي؟ اقف هنا بقى، مين ده؟ مين ده يا جماعه؟ ده احمد فتحي رايح يعمل ايه؟ يلم مع محمد هاني. ليه للدرجه دي؟ يعني ليه مش قافل؟ ليه ده وصل لغايه الخط احمد فتحي؟ لان محمد هاني لوحده والنص الامامي اللي كان متعود دايما يلحم في النص الوراني ويعملوا كتله واحده فكوا عن بعض. لما فكوا عن بعض هاني بقى لوحده، فتحي راح، بقى مين لوحده في القلب؟ السوليه اللي فاتت كنا بنقول ايه؟ السوليه هو اللي مايل، بقى مين لوحده في القلب؟ فتحي. ولما انت تميل لما تميل للطرف وتسيب القلب على ديفندر واحد، وانت عندك بلاي ميكر ما بيرجعش كتير في نص الملعب، وعندك البلاي ديفندر الواحد ده هيلعب عليه مين؟ هيلعب عليه تراوري وريكو وحسين الشحات. بتكون النتيجه ايه؟ هنشوف النتيجه دلوقتي. دايما جون انطوي ساحب نفسه لتحت سنه واخد عين الناس، ويجي الراجل لوحده يسدد جول هايل من حسين الشحات، نجم الموسم تقريبا للسنه الثانيه على التوالي، نجم الموسم من مقاصه السنه اللي فاتت احمد الشيخ، والسنه دي حسين الشحات. خدتوا بالكم الجمله؟ ايه اللي خليني انا اسيب القلب واروح؟ لان انت ما رجعتش. طب انا لما رحت ايه اللي حصل؟ كشفت واحد ورايا. لما كشف الحد اللي ورايا ده وجاء عليه زياده من لعيبه كوره كلهم وقلبهم جامد، ما عندهمش مشكله يلعبوا مع بعض كوره، ما حدش فيهم هيتوتر ولا هتلاقي الكوره في رجله يتلعبك ومشايط من 40 يارده، لا بيلعب كوره. بيلعب كوره بمنتهى السهوله. بتكون النتيجه كده. كمل مع بعض. شوف المقاصه تاني وهو معاه الكوره، مودي احد نجوم بل نجم الماتش، مودي ضغط، هات الكوره، العب بمنتهى السهوله. نص الملعب اللي دايما متاخد، روح ناحيه الشمال، لازم فتحي يروح. هنا السوليه اللي راح، سوري، محمد مسعد عدى، محمد هاني كان عامل مباراه كارثيه. الموضوع كان صعب عليه جدا محمود وحيد ومسعد. حط الكره تحت رجلك، الاهلي ضاغط، ما فيش تشليت وما فيش توتر، ما فيش تشليت وما فيش توتر. هادي احمد سامي
واحدة من تراوري يا ولد، يا ولد فعلا واحدة. تاني واحدة يقرص تراوري ويزيد تراوري، حسين الشحات يروح منتهى السهولة، الموضوع بسيط جدا. هنا بقى بص بقى، خدت بالك لما هنا الوينج رجع بقى المنظر عامل ازاي؟ الوينج رجع المنظر، ما تقدرش تعدي خلاص، انت تخش جوه تاني. الوينج رجع المرة دي، فما اقدرش اعمل كده، ما اقدرش اعدي منك واحد لواحد والجو ده، لازم ارجع ولعبها في ظهري. اقف هنا بقى فتحي الباك، او فتحي ده ده ده, ده الهاف ديفندر، والوينج رجوع الوينج قفل الدنيا. في ناس كانت بتقول لي يا عم انت مزودها قوي، وينج ايه اللي هيقعد يرجع؟ احنا ما مش ده وينج يا راجل، حريف يلعب سيروهات، يحط في ال... يلعب ارتو يحطها في المقص، وينج هيقعد يرجع. ادي المنظر لما الوينج بيرجع، شفته في الشوط الاول المنظر لما الوينج ما كانش راجع، كان ايه اللي حصل؟ مش كان ايه اللي حصل ناحيه اليمين بس، ناحيه اليمين اللي بتدعم بتفندر فبتعاري القلب. نكمل مع بعض. طب اوكي، الاهلي مش قادر يطلع بالكوره وبيضغط عليه جامد 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 جامد، ودي كانت مفاجاه بالنسبه للاهلي. انا الاهلي ونازل عمال يضغط عليا مش عارف اعمل ايه، بلعب كوره طويله بتتقطع. طب هم لما بياخدوا الكوره هل بيعملوا زي ما بيعملوش؟ بيلعبوا الكوره بمنتهى السهوله والسلاسه، وفي حاله لا مركزيه سهله ومرنه جدا جدا بينهم، وهديكم مثال عليها كمان شويه. فانا كاهلي بقى جرى لي ايه؟ توترت جدا. تعال نشوف امثله كده سريعه. عبد الله ازارو عامل ايه؟ اروح فين؟ ركز بس في اللي جايه دي. سلية عبد الله انت بتعمل ايه يا عم سلية؟ شفت خدت بالك من عبد الله اللي فاتت دي؟ ممكن نرجع لها تاني. ركز في وش عبد الله السعيد اللي كان واضح جدا انه كان متضايق جدا الماتش ده. سلية دور يا ابني انت رايح فين؟ بسيطة بسيطة، بس هل قررت؟ لو قررت يبقى فيها كلام. احمد فتحي عبد الله ده ظهره اللعبة خالص، عبد الله السعيد ده ظهره تماما للعب عبد الله السعيد، وهنشوفها تاني هيدي ظهره اللعب رغم ان هو الغلطان. هنا عبد الله هو الغلطان، بص عبد الله هيعمل ايه؟ سيب الكوره. دور ساب الكوره خالص، دور ورجع لورا ساب الكوره خالص. لا لازم ترجع تاني دي، لازم ترجع تاني دي. الكوره الجايه دي انسى الكوره راحت فين، ركز على عبد الله السعيد بس، مالكش دعوه بالملعب خالص، ركز عليه هو لوحده. تاني 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 ايوه. رغم ان عبد الله هو الغلطان من اولها شويه، ايوه. لعب ركز على عبد الله. برضه حاجه تقرف عليكم وعلى خرج عن شعوره. ده لعيب بيتسم اصلا بالهدوء عبد الله، بس خرج عن شعوره. لما ضغطت عليه شويه ما اديتوش راحته المعتاده، خرج عن شعوره. كمل مع بعض. وليد سليمان خرفتونا بقى معاكم يخرب بيت. منظر كرر عبد الله السعيد تاني، مش حد في الدايره، مش حد. طب العب لمين؟ رجع تاني معلش عبد الله السعيد. عبد الله السعيد متعود هنا ان انا بلعب عمياني، يا اما الفيرود بيبقى نازل، او غالبا الفيرود هو اللي بيبقى نازل، يا اما الوينج بيبقى ضامن، بس غالبا الفيرود بيبقى نازل. عبد الله عمياني يعني عامل لكم ايه؟ يخرب خرج عن شعوره. خد بالك، نقف ثانيه واحده. انا هنا ممكن اقول لك في اي ماتش في الدنيا ممكن لعيب في لحظه متضايق مشوح، بس مش كتير كده. يعني انا لما شفت اول لقطه وانا قاعد بتفرج ما استوقفتنيش، يعني عادي، يعني لعيب متضايق من زميله مش عارف ما لعبهالوش كده، لعبها كده، كان عايز يروحها هنا جابها هناك، اوكي. لكن واحده في الثانيه في الثالثه، ولما تربط كل ده بان الفريق كل ده بتكلم عصبيا، لما تربط كل ده بان فنيا الفريق فعلا مخنوق في الملعب مش قادر لا يطلع بالكوره، والفريق الخصم مش مخنوق نفس الخنقه، يعني ممكن الاثنين يخنقوا بعض، ضغط 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 ومضايقين الملعب على بعض، بيلعبوا دفاع متقدم هنا ودفاع متقدم هنا، فالماتش بيتلعب في 30 متر فالدنيا فعلا تخنق، فتلاقي في شويه عصبيه. لكن لا، انا مخنوق مش عارف العب، وهو لما ياخد الكوره بيلعب، وانا بحاول العب مع زمايلي مش فاهمين، فتوتر فزعق فسيب الكوره. اللقطه اللي كانت اغرب لقطه فيهم اللي عبد الله دور وساب الكوره خالص، سابها يعني سابها، وقعد يتكلم يدور في حوار بينه وبين نفسه الناحيه الثانيه بينما مشوح. ما بتحصلش. حصلت امتى؟ لما اتخنق في الملعب. كمل مع بعض. صالح متوتر جدا رغم ان هو مش بادئ الماتش، متوتر جدا، خد انذار مجاني تماما، مجاني تماما في الدقيقه كام؟ 88. طب في الدقيقه 93 عبد الله بيعمل، صالح بيعمل ايه؟ بيكمل في رجل اللاعب محمد مسعد وبيطرد صالح جمعه. صالح كان لسه نازل في 4 دقايق بس، يعني الموضوع لم يتطلب منه اكتر من 4 دقايق ان ياخد انذارين. خد بالك، لو لقطه واحده وتنرفز فيها فهي لقطه، بس لقطه، لكن ده لقطتين، يعني انت خدت انذار مجاني تماما، ثم خدت الثاني مجاني برضو تماما، وقررت تطرد. الفرقه منتلي خرجت بره الماتش، خرجت بره الماتش ليه؟ لان انت خنقتهم جوه الماتش،
خنقتهم بالكورة جوه الماتش، لا تضيع وقت ولا بعصبية ولا باستفزاز، بالكورة. الكورة أكتر حاجة تستفزك إنك نازل تعمل حاجة مش عارف تعملها، مش عارف تعملها، فبتكون نتيجة عصبية شديدة جدا. ليه بدأ كل ده من إيه؟ بدأ كل ده من مدرب قلبه جامد، هنزل ألعب كورة، ألعب كورتي، مش هخترع، هلعب كورتي، مش هخاف، هيحصل إيه يعني؟ الأهلي هو مع الكورة بقى بيعمل إيه؟ طبعا مش عايزين ندي حق ان الاهلي كده ما بيمسكش كوره، الاهلي مسك كوره وعمل خطوره، بس انا بدي لك امثله كتير قوي الاهلي مش عارف يطلع بالكوره. تعال نشوف لما لعب كوره كان ايه اكتر حاجه الاهلي بيحاول يعملها. استلم الكوره، بص على اطراف الملعب، بص على اطراف الملعب، ولعب لي في ظهر الباكين الطايرين عبد الله السعيد، في ظهر محمود وحيد، التراوري نازل بيغطي عليه ازارو يعني ما علينا، تاني في ظهر الباكين، دور على الباكات، دور على الباكات والعب في ظهره، دور على الباكات والعب في ظهره. وليد سليمان اللي ضامم كفرود ورا وليد ازارو، اللعب دايما في ظهر الباكين لان الباكين كانوا طايرين، او بالذات محمود وحيد كان طاير، عمل جبهه قويه جدا مع مسعد، العب في ظهر دايما محمود وحيد، تاني محمود وحيد اللي مال عليه ازارو اللي هو سريع جدا، وده محمود وحيد، العب في ظهر محمود وحيد، استدعى هنا الفرقه كلها انها ترجع ورا. دشن دايما الاهلي دايما كان عينه في ظهر الباكات، عينه في ظهر الباكات، لانه مش قادر يحضر قدامهم فالعب على طول في ظهره، مش قادر احضر والعب واخد وقتي قدامك فالعب على طول في ظهر الباكات. سلم، دور فين؟ دور فين؟ دور في ظهر الباكات، كله طويل في ظهر الباكات اللي مش قادر العب قدامه، مش قادر احضر قدامه كتير، فالعب دايما في ظهره. وليد في ظهر الباكات، عبد الله اجاي، اجاي كان عطلان قوي في الماتش ده. دي كانت الحالة الوحيدة للأهلي تقريبا، أو دي كانت الطريقة الوحيدة اللي بيفكر بيها الأهلي، العب الطويلة لأنه مش قادر يلعب الكرة دي. الكرة دي واحد اثنين لمسة لعبة بدون كورة، لمسة لعبة بدون كورة، مش قادر بالضغط الضغط الضغط الضغط. هو نفسيا كمان بدأ يتضايق يزهق، أي بدأ يزهق في الماتش، بعد ما بدأ يزهق الحاجات اللي محتاجة شوية صبر فقدها، فبدأ يلجأ للسريعة، العب الطويلة في ظهر الباكات، العب الطويلة في ظهر الباكات. كل ده أنت عملته لمجرد أن أنت قلبك جامد وفرقة كورة الأول، قبل ما أتكلم عن فرقة كورة الأول. طيب طبعا اتكلمت قبل كده مليون مره، وخلينا تبقى دي المليون واحد، عن ان الاهلي عنده نقطه ضعف، بيلعب باتنين هاف ديفندر، لو لعبت في ظهر الاتنين هاف ديفندر تشكل خطوره على الاهلي. اقول تاني، ايهاب مسكني وليد الكارتي زهقتوا بقى صح، زهقت وانا كمان زهقت، مش عايزين بقى نزهق بعض، بس الاهلي دايما عنده مشكله في ظهر محورين ارتكاز وقدام خط الدفاع. المكان ده كان دايما بيلعب فيه احد لاعبي وسط الملعب، اما لعيب في مركز رقم 10 فبيحاول يتسحب في ظهر الباكات. بالمناسبه عشان تبقوا عارفين كويس انا بتكلم عن ايه، اتفرجوا على اي ماتش لمانشستر سيتي وبص على تحركات دي بروينا من غير كوره، يعني الكوره مثلا مع ديفيد سيلفا، بص دي بروينا بيعمل ايه، بيتسحب 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 بعدين هوب يقوم ساقط تحت عشان يستلم الكوره. المساحه دي دايما خطر، بالذات بقى خطورتها بتزيد لما تكون بتلعب قدام فرقه بتلعب باثنين في نص الملعب مش ثلاثه، لو ثلاثه بيبقى في واحد ساقط وراهم شويه، اثنين بيقابلوك واحد ساقط في ظهرهم شويه، فهو اللي ممكن يلم الجبات دي، لكن اللي بيلعب باثنين بس باثنين بس دايما المساحه في ظهرهم دي فيها مشكله. قلت لك قبل كده ان دايما بيلعبها لعيب رقم 10، المره دي بقى المقصه عملها برده بس مش بلعيب رقم 10، بفرود رقم 9 جون انتوي. عد معايا وركز وحاول تفتكر الماتش واسال نفسك كام مره جون انتوي سبق الاربعه اللي ورا ولعب في ظهر الاثنين في نص الملعب، وكان بسبب الكره دي شكل خطوره قد ايه او نقل فرقته قد ايه. يلا نشوف مع بعض. انتوي هو سابق الدفاع وتحت نص الملعب. انتوي دي يمكن مثالها ابسط شويه، لكن انتوي هنا هو اللي كان متراجع وفافي هو اللي زايد، لكن هبان اكتر كمان في كرات تانية. ركز مع انتوي، فين هنا اللي نازل كره مع الاهلي، بص بقى مودي، بص بقى بص بقى بص بقى فين ده انتوي، تحت دول وفوق دول وحط الكره في رجل المقص، تحت دول وفوق دول حط الكره في رجل المقص، هنشوفها تاني كمان في لقطات تانية هتبينها اكتر كمان. الاهلي هنا اللي معاه الكوره، خد بالك دايما هو طالع على مين المقصه، طالع على مين المقصه، هيطلع على مين حسين الشحات، هيطلع على انتوي اللي زايد في ظهر دول وقدام دول، حط الكره تحت رجله، هو المحطه اللي بتبدا الهجمه تاني للمقصه وبتنقله نص الملعب، مجرد انك واقف في ظهر اثنين وقدام الاربعه. كمل مع بعض، نكمل مع بعض، بص واقف فين، بص واقف فين، واقف تحت السوليه، السوليه زاد، بص واقف فين، ركز معاه عشان هيجي لنا تاني دلوقتي، هيجي لنا تاني دلوقتي، ظهر لنا تاني دلوقتي. يمكن هو نفذ غلط بس انا بتكلم على التحرك هنا، التحرك بتاعه كان فين، يلعب اقف اقف واتالي من الاول، لا اقف واتالي من الاول. دي بقى اللقطه الكاشفه، دي الماستر سين بتاعه جمله جون انتوي. كره مع نص ملعب الاهلي،
تمام. هنا اللي كانوا اثنين هاف ديفندر، الكابتن حسام بدري في الشوط الثاني عمل حاجه انا مش فاهمها قوي يعني، هو حب يعالج الباك رايت فقام ساحب محمد هاني حط احمد فتحي، لا ما سحبش احمد هاني بره، لا حطه في نص الملعب يعني ما فهمتهاش خالص 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 يعني. فدول اثنين الهاف ديفندر، ده السوليه وده محمد هاني، مين بقى اللي نازل تحت ده؟ مين بقى ده يا ترى؟ ده الفيرود، استلم وحط تحت رجله وطلع فوافي اسرع جدا من دفاع الاهلي فوافي وبيحط جول. خدت بالك؟ خدت بالك من اللقطه اللي اتحرك فيها فوق دول وتحت دول؟ خدت بالك ان دايما المكان ده خطر؟ محتاج منك بس حاجتين، تكون ذكي تعرف امتى تروحه، ولما تجيلك ما تعطلش بقى، يعني ما انت مش جاي هنا وبعدين في الاخر نوصلك كرة عشان تعطل، لا ما تعطلش، دور واطلع والعب. هنا عنتوي كانت لقطه نموذجيه، دي لقطه عملها كتير جدا لكن دي لقطه نموذجيه، طلع خدها سبب عمل اسيست بجول. بالمناسبه عشان نتكلم برضو تكتيكيا شويه في فرقه مصر المقاصه اللي قدرت تعمل كثافه عدديه على الاهلي، خد بالك في حاجه مهمه، انا مش عايز اقارن بس بينها عشان ما اقعدش اقول انت بتقارن وفاكرين، مفيش مقارنات بس انا مثال بس. وانت بتتفرج على مانشستر سيتي تحس ان دايما في زياده عدديه من لعيبه مانشستر سيتي في كل مكان فيه الكوره، كنت شرحتها قبل كده وقلت ان احيانا رغم ان دي بروين بيلعب يمين وسيلفا بيلعب شمال لان هم بتلاقوهم مش فاتحين كده، لا بتلاقيهم هما الاثنين قريبين من الكوره سواء شمال او سواء يمين، فدايما عاملين كثافه عدديه. دي بتساعدك في حاجتين، اولا انك عامل كثافه عدديه فمعاك الكوره بتبقى اخطر، ثانيا لما بتفقد الكوره بتعمل كاونتر بريسنج بتاخدها تاني، لان اللي لو معاه الكوره ده واحد بس بيحاول يعدي واحد لواحد قطعت منه الكوره هل يقدر يضغط لوحده ويجيبها تاني؟ صعب الا اذا كان احمد فتحي مثلا، بس صعب. لكن لما نكون احنا كلنا كان معانا الكوره، كنا مجموعه جروب معانا الكوره وبنلعب بيها وفقدناها، نقدر كلنا عشان احنا كتير نضغط عليها ونجيبها في نفس المكان. طب الموضوع ده بيحتاج ايه؟ اولا وثانيا وثالثا وعاشرا بيحتاج لعيبه عندها فليكسيبيليتي، عندها مرونه في التحرك خارج مربعاتها. يعني انا دلوقتي وينج رايت، لا لازم في لحظه لازم اقوم ضامم جنب الفيرود، ويا سلام بقى لو في لحظه ثانيه قمت ملخبط الدنيا تماما وقمت ضامم ناحيه الوينج ليفت، سبت مكاني المعتاد المربع اللي انا الناس بتنتظرني فيه ورحت اتحركت في مربع تاني. طب الكلام ده هجوميا مقبول، طب دفاعيا؟ دفاعيا محتاج بقى سويتشات، يعني ما ينفعش انا كباك رايت اخش قلب الملعب اضغط واسيب مكاني، في لحظه لازم ديفندر يرجع، لازم وينج يرجع، فكره تناقل وتبادل المراكز دي هي اللي بتسمح لك انك تفاجئ الخصم بزياده عدديه في اماكن غير متوقعه، والا هتعمل زياده عدديه كده وخلاص هلهولي، هتسيب مساحات، هتروح في داهيه. تعال نشوف جمله مكرره من نص ملعب المقصه اللي زود العدد جدا على الاهلي من غير ما يفقد اي حاسه دفاعيه، تعال نشوف كده. ركز لي على تراوري وهو رايح ناحيه الاطراف كوينج، ادي تراوري، فين حسين الشحات يا ترى؟ فين حسين الشحات؟ حسين الشحات في نص الملعب في القلب، ما يسيبش القلب، رغم ان حسين الشحات في اللحظه دي كان بيلعب وينج، بس ما دام في واحد وينج انا بلعب في قلب الملعب، طب لو هو اصلا وينج وجالي كمان واحد ناحيه الوينج، اه بقينا كتير، اه بس نص الملعب فاضي، تتلعب بالعرض ما تلاقيش غير انطوي وسط اربعه، لكن السويتش اللي حصل ده لعيب نص الملعب راح وينج، طب الوينج دخل مكانه في القلب، اصبح ده في مكان وده في مكان، وده غير متوقع وده غير متوقع، لو بتلعب من على ده وواحد تاني بيلعب من على ده انتوا اتلخبطتوا، انتوا في لحظه اتلخبطتوا، طرحت سؤال، فاكر لما كنت بقول اطرح سؤال على الدفاع، افضل ملتزم بالمان بتاعي ولا افضل خليهم في المربع بتاعي؟ طب لو فضلت في المربع بتاعي هو بقى خطير، هبقى انا كده اللي سبته يبقى خطير، طب لو رحت معاه افرض هم الفرقه سريعه شويه لعبوها في المربع بتاعي، سؤال اطرح اسئله، وفكره اللعيبه اللي بتغير اماكنها كتير دي بتطرح اسئله كتير جدا على الدفاع، والدفاع مش دايما بيبقى عنده حلول جاهزه للحاجات دي. تعال نشوف تاني تراوري اللي كان اصلا هاف ديفندر لكنه شارك كوينج فعلا. هنا الشحات اللي في القلب وهنا تراوري الوينج، ده الشحات يا جماعه. بص في قلب الملعب هاف ديفندر، تحسه انه هاف ديفندر في اللحظه اللي فاتت دي. كمل تاني. هنا الشحات. تراوري هيروح وينج. الشحات هو اللي في القلب. كل مره ركز على تراوري راح فين، الشحات راح فين، عكسه. عكسه دايما. اهو بص الشحات رايح فين؟ بص الشحات رايح فين؟ بص الشحات رايح فين؟ لان تراوري رايح وينج، الشحات رايح فين؟ في القلب. فانت دايما عندك زياده عدديه من غير ما تخسر اماكن بتاعتك في الملعب. من غير ما تخسر المساحات بتاعتك في الملعب. ده مال انا ضم. ده مال العكس يضم. وهكذا. محمد مسعد. يلا مش موضوعنا دلوقتي. محمد مسعد. ده تراوري وده الشحات في قلب الملعب. رغم انه وينج ممكن يتحرك وينج عادي بتاع، لكن مش عايزها تاني بقى خلاص انتوا فهمتوها. تاني مين الوينج ده؟ الوينج ده تراوري.
مين اللي في القلب ده؟ اللي في القلب ده الشحات، ففي زيادة هنا وفي زيادة هنا. بس الشحات هنا فين؟ لما تيجي تبص هنا تثبت اللقطة دي كده، ده هاف ديفندر وده المفروض بلاي ميكر أو وينج. بص ده فين وده فين؟ وضحت؟ ده هاف ديفندر هو وريكو بيلعبوا اتنين بس المفروض على الورق، على الورق فورميشن ده هاف ديفندر وده بلاي ميكر أو وينج. خد بالك الطريقة اتغيرت في النص لما هاني سعيد خرج، كان بيلعب 3 4 3، خرج هاني سعيد بقى يلعب بلعيب رقم 10 4 2 3 1 ووينج ووينج وبلاي ميكر. ده البلاي ميكر وده الديفندر. السويتش ده بمرونته بسهولته صعبها جدا على نص ملعب الاهلي، وشفنا ده بالذات في الجول الاول. احد نجوم المباراه بل نجم المباراه من وجهه نظري هو احمد سعيد مودي، اللي كان هادي جدا وقوي جدا في الدفاع في نفس الوقت. هنا التوقع والقوه، يعني انا ساعات ساعات بيبقى في لعيب مدافع راس ماله شويه توقع بس، لكن توقع توقع من غير قوه ما يفتش. احمد عبد العزيز ميدو، احمد عبد العزيز مودي، شفت الهيد ده؟ بالمناسبه مودي برضو احد ابناء مدرسه الاسماعيليه الولاده اللي عماله تطلع 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 في لعيبه، والاسماعيلي طبعا متصدر الدوري باداء خيالي، بهنيهم عليه وبهني مجلس اداره الاسماعيلي عليه، مهندس ابراهيم عثمان. مهمة دي معلش، قصدي حقايق مش اوهام. تصدر بالنقط. مودي ابن اسماعيليه ولاعب المقصه الهايل جدا، الهادي جدا، القوي جدا، صاحب الباص الجميل جدا والدقيق جدا، واللي بيحط فرقته كتير قوي. يا ولد يا ولد يا ولد، بص الهدوء والرزانه والتقل، الهدوء والرزانه والتقل. حقايق دي مش اوهام برضه. مين هنا؟ مين هنا؟ ده مودي تاني، ماتش كبير جدا 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 من مودي. مين اللي بيجيبها؟ اللي بيجيبها مودي. خد بالك هو بيلعب باتنين ورا، احمد سالم يمين، فاكرين احمد سالم؟ مش موضوع احمد سامي سوري، يمين ومودي شمال. مودي كان عامل مباراة عمره تقريبا. شفت جول حسين الشحات صح؟ عجبكم؟ عجبكم. فاكرين مره الكره اللي انا جبتها في مباراه الزمالك لما قلت له يا ابن اللعيبه الاثنين كانوا بايه؟ رش رجل خارجي. تعال نتعرف كده، طبعا مش هعرفكم على حسين الشحات، تعرفتوا عليه خلاص، بس تعال نتعرف على الوش الرجل الخارجي لحسين الشحات الهايل وعامل زي الميزان، فعلا عامل زي الميزان. بص الخارجي دي تسببت في ضربه جزاء. نكمل تاني مع الخارجي بتاع حسين الشحات، هي دي دي ده دي طلائع الجيش. بص الخارجي ده تاني هو برده انتوي وبينفرد وبتضيع. كمل بقى مع الخارجي دي في مباراه الزمالك دي اللي شفتها، دي حته سويرف بقى بالخارجي دي جباره. برضو جون انتوي، برضو جون انتوي، برضو الشحات، برضو جون انتوي، نفس التحرك في نفس المساحه بنفس وش الرجل الخارجي. الله يمسيه بالخير ابو تريكه، كان هو الماستر بتاعها دي. شفت الخارجي دي؟ نفس جمله الاهلي تقريبا او شبه جدا جمله الاهلي بانطلاق فوافي نص الملعب. بص الخارجي ده، بص الخارجي ده يا ابن اللعيبة. طبعا مش هعيد لكم بقى مباراة الاهلي والجون اللي جابه في الاهلي، من الخارجي برضو نفس الحكاية، بس فعلا هو مميز جدا بدي، سواء هو بيشوط على المرمى او هو بيسلم بوش رجله الخارجي. مش دايما لعيبة كتير بتبقى كده، حتى لعيبة حريفة يعني، بس اللعيب الحريفة بوش رجل الخارجي تبقى خاصية. طبعا زي ما قلنا كان الماستر بتاعها محمد ابو تريكة. طيب بما اننا اتكلمنا عن فرقة زي طنطا دخلت الماتش بقلب خفيف، لعبت وحش اتأخرت في النتيجة، دخلت شوط بقلب جامد رجعت في النتيجه وعملت شوط جيد. واتكلمنا عن الاكستريم المقاصة اللي نزل بقلب جامد قوي 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 فكسب وكان يقدر يكسب اكتر. طب تعالى نشوف بقى الدنيا لما تدور، الدنيا لما تدور المقاصة بقى لما نزل هو في ماتش النصر مريح، كسبان زمالك كسبان اهلي. طب النصر اللي بيصارع على الهبوط وبيلاعب فرقه كسبانه الزمالك والاهلي، ده اصعب منافس في الدنيا، ده اصعب منافس في الدنيا. بتلاعب فريق في مرحله صعود، كسبان زمالك كسبان اهلي، ثلاثة هنا ثلاثة هنا، وفي الماتشين امام الزمالك والاهلي النتيجه كانت مرشحه للزياده مش للنقصان، كان يقدر يكسب الزمالك اكتر، كان يقدر يكسب الاهلي اكتر. وانت بقى كنصر غلبان بتلعب على الهبوط ورايح تلعبه، تلعبه بايه؟ تكثف 40 ديفندر 17 مدافع ولا برضه بقلب جامد؟ الحقيقه ان الكابتن سيد عيد فاجئني انا شخصيا، اتفرجت على الماتش ده 90 دقيقه مزبهل، فتح بقه يعمل كده من الثانيه صفر، قلبه جامد جدا، قلبه ولا كانه بيلعب فين؟ بيلعب كورته بمنتهى السهوله. وكانت النتيجه الفوز واحمد سعيد مودي، سبحان الله. شوف احمد سعيد مودي نقف بقى هنا،
احمد عبد العزيز مودي، انا اسف. عارف انت الحلقه دي لو بعد الحلقه اللي كنت قال لك بس اتكلمت عليه ضيعته، انا ما كنتش اتكلمت خالص هو ولا عملت اي حاجه، هو اتكلم انا اتكلمت عليه بعد ما كانت دي خربت خلاص ما حدش. لو كان لاعب ماتش الاهلي اتكلمنا عنه قام عامل الجريمه دي كان قال لك بس انت ضيعته وقعته ومش عارف الجو بتاع النحس ها انتوا فاهمين الكلام ده؟ نحس؟ انت جاوبت على السؤال ولا لسه ما جاوبتش؟ لا سيب الموبايل بتاعك لو سمحت. ايوه امسك الموبايل تاني بقى، خش على صفحه دي ام سي سبورتس. ايوه ايوه هي دي، جاوب على السؤال. هل انت مؤمن بنحس ولا انت بتدمر الدنيا تخرب منك خالص بقى انت تروح تقول نحس؟ جاوب على السؤال ده. طبعا ده احنا مالناش دعوه، يعني احمد سعيد مودي لعب ماتش جاي بس انا كان مريح غلط. احمد عبد العزيز مودي مش عارف انا مودي، انا اسف انا اقول لك احمد سعيد، احمد عبد العزيز مودي ابن نادي الاسماعيلي لاعب مصر المقصه المميز جدا، انا اسف جدا انا بغلط في الاسم، انا اسف جدا جدا جدا. بس يا ترى مين بقى اللي تالق في الماتش ده؟ ميدو فيرود النصر اللي اتكلمنا عنه قبل كده وعن ضربات الراس اللي مش محتاج اشرحها طبعا اكتر من كده، مميز جدا 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 ميدو لما اتكلمنا عنه قبل كده. الحقيقه يعني كان عندي شك بصراحه، هو في الارقام كان بيطلع ينور لي في الارقام، كل ما اعمل اي اكويشن كده بص الاقيه طلع ضرب في وشي، فقلت لنفسي طب هو هيكمل ولا مش هيكمل؟ هل برضه انا اتكلم على اسبوعين ثلاثه في الدوري ولا استنى شويه؟ بعدين توكلت على الله وقلت لا الولد شكله عامل الارقام دي وهو في النصر، واضح ان عنده حاجه يعني في تالنت في الموضوع الكرات العاليه. فبنا متكلمين عنه فهو مبروز كلامنا بصراحه، بنشكره ميدو يعني اللي عمل مباراه جيده جدا 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 امام النصر وجاب هاتريك. طب بما اننا بنتكلم عن النصر وبنحيي الكابتن سيد عيد على قلبه الجامد جدا جدا، ودي نتيجه القلب الجامد، فريق كسبان الزمالك كسبان الاهلي انا كسب اربعه عادي جدا. تعال نروح بقى لحارس المرمى محمد مصطفى حارس النصر اللي بيعمل حاجه جديده السنه دي بصراحه، وهي انه عامل فيها جويكوشيه، صد من حسين الشحات في مباراه النصر ويصد من احمد عبد الظاهر في مباراه النصر في مباراة المقصة آسف، وبيصد من دابو في مباراة الأسيوطي، وبيصد تاني كل خد بالك اتنين واتنين، أربع ضربات جزاء ماتشين سوري في ماتشين، اتنين هنا واتنين هنا، بينقذ أربع ضربات جزاء. وبمناسبة حراسة المرمى تحية وتقدير شديدين جدا لحارس مصر الأول محمد عواد حارس الإسماعيلي، تحية وتقدير شديدين جدا لإجابته على السؤال المعتاد، انت رايح الزمالك ولا رايح الاهلي؟ وكانته واضح، انا بلعب في الاسماعيلي والاسماعيلي نادي كبير، ما يقلش عن الزمالك ما يقلش عن الاهلي، انا عايز العب في الاسماعيلي. والحقيقه مبروك الاسماعيلي، مبروك الاسماعيلي عموما والاسماعيليه على فرقتها الممتازه جدا، مبروك على مجلس ادارتها الحقيقه وليس الاوهام اللي مسيطر على الدنيا وموفر اجواء النجاح واستدعى اسباب النجاح. فالاسماعيلي دلوقتي في المقدمه، عنده افضل فيرود في مصر، عنده افضل حارس في مصر، وبقالنا كتير قوي 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 واحنا بنتكلم عن افضل كذا او افضل كذا ما بنقولش اسم الاسماعيلي، لكن النهارده بتتكلم عن فريق هو الاول في الدوري الممتاز، عنده افضل فيرود في مصر، عنده افضل حارس في مصر. تهانينا لنادي الاسماعيلي ونتمنى لهم التوفيق والاستمرار دايما على نفس المنوال. نطلع فاصل ونرجع نتكلم عن الزمالك. هنتكلم عن الزمالك في البدايه. طبعا هتقعد تقول لي انت بتدافع عن نيبوشه، عمال تدافع عن نيبوشه، عمال تدافع اهو ماشي يا نيبوشه عشان بس ما يبقاش عندنا مشكله، اه ماشي نيبوشه، او يمكن هيمشي او يمكن مش هيتفق على شرط الجزائي فيفضل يتشتم لغايه ما يمشي، يعني ده مش موضوعنا، المهم ان نيبوشه تجربته انتهت في الزمالك. بس انا اهو وانت اهو والزمان اهو بينا اهو. قلت لك قبل كده الموضوع مش في فلان، قلت لي لا 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 ما ينفعش امشي 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 ماشي. جه علان قلت لي بس خير ظبطت، قلت لك صدقني الموضوع لا في فلان ولا في علان، قلت لي لا لا ماشي انا اسف. بعدين جه علان قلت لك طب نسيبه، طب نسانده، طب نديه الوقت، لا 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 يمشي يمشي يمشي، ده بيلعب فلان وبيجيب ماشي. وجاني بوشة وماشي نيبوشة، وخلينا قاعدين مع بعض لما نشوف. الزمالك في مباراته أمام الإسماعيلي، الإسماعيلي اللي بنهنيه تاني بصدارة الدوري بالفرقة اللي هو عاملها. تعال نشوف بقى الزمالك في البداية في الشوط الأول
اللي هو كان شوت جيد جدا للزمالك. انا في اعتقاد كان شوت جيد، مش جدا يعني، ما كانش فيه خطوره قوي على المرمى، بس كان شوت جيد من الزمالك ومتماسك من الزمالك. تعال نشوف كده شويه تفاصيل. بص هديك تفاصيله هنا على تفصيله هنا على تفصيله هنا على تفصيله هناك، جمعهم ببعض حطهم في صوره جايز تبان. الزمالك ولاعبته لما بيسيبوا اماكنهم وبيطرحوا اسئله على الدفاع زي ما كنا بنتكلم من شويه على المقصه، اللعيبه اللي بتسيب مكان ويسيب هنا الوينج ليفت والوينج رايت في نفس المكان، عبد الله لرزاق سيسيه، فبقت كوره خطيره، بقى اوفر خطير، وعلي جبر يا بينط قبلها يا بينط بعدها، بس في النهايه وجود لعيب خارج مكانه خارج مكانه هو اللي بيخلي الموضوع خطير. يوسف اوباما هايله من عواد. بالمناسبه الكوره دي سمعت كتير انتقادات، هو ليه يوسف اوباما اللي جايبه هنا؟ جايبه هنا عشان يعمل خطوره. جاي يعمل ايه يعني؟ جاي يعمل خطوره. جاي لان الباك مركز على الوينج فما حدش مركز على الباك، الفول باك، الباك رايت. يا جماعه الخطوره، ما انت يعني لو ما عندكش ميسي اللي هو بيفك كل حاجه خالص، لازم انت تفك. تفك ازاي؟ ده مكان ده، انت مستني هنا فلان بس، او ما انا ادخل لك علان، سويتشات بين المهاجم والوينج، اللي المهاجم يروح وينج، زي مثلا بنشوفها مؤخرا كتير وليد ازارو، بتلاقيه كتير قوي واقف جنب الخط، واجاي هو اللي ضامن جوه، او عبد الله، او وليد، لازم يحصل تغيير. هنا يوسف اوباما هو اللي عمل الخطوره، انه ساب مكانه. رزاق سيسي كان خطير، لما ساب الشمال وراح يمين بقى الوينجين جنب بعض، طبعا ما تعيشوش جنب بعض، وتسيبوا الناحيه الثانيه فاضي، بس اوقات لازم تعمل تريك وتغير مكانك. والزمالك حقيقة ما كانش خطير غير في دي بس في الشوط الاول، انا بتكلم على الخطوره، على الجوده الزمالك كان جيد في الشوط الاول. لكن ده الفيرو التسعه بيعدي بيبقى في منتهى الخطوره لما قدر يسحب ريتشارد بافور ويروح بيه هناك جنب الخط، مش يقفوا هنا في الزحمه، يروح بيه هناك، غير مكانه، سحبه، خدوا المنطقه، ريتشارد بافور ما يعرفش يتصرف فيها، مساحه، عيش انا وانت بقى. محمد ابراهيم ومدبولي، انت مستنيني اتكلم؟ لا تعال نشوف. محمد ابراهيم ومدبولي، بص 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 بقول لك يا عزيزي المشاهد، بص يا عزيزي، مش ممكن، مش ممكن يعني فعلا مش ممكن ان كل كوره لما توصل عند لعيب معين تقعد ثانيتين زياده على مش هي احيانا بتبقى ثانيه، لعيب خرج اوت اوف بوزيشن بتلعبها انت في نفس المكان بقت فيه خطوره، استنيت الثانيه او الثانيتين رجع مكانه وخلاص خلصنا. اتكلمنا قبل كده عليها فاكرين لما كنت قلت الكوره مع داوود ممكن يديها الرؤى، لا فضل يمشي لغايه رؤى، فاهم؟ اللعيب اللي كان المفروض كان ساعتها تراوري في مباراه المقاصه، بدل ما كان رؤى هياخد الكوره عنده مساحه، لا في الوقت انت اتحركت فيه كان تراوري اتحرك فيه وراح مسك رؤى، فلما اديتها الرؤى بقى موقفه زي موقفك بالظبط، انت كان قدامك واحد وهو كان قدامه واحد، هي ثانيه بتفرق، ثانيه بتفرق. تعال نشوف بقى الزمالك بيضيع كام ثانيه. بالمناسبه هتشوف الكلام ده هتلاقيه مش عاجبني محمد ابراهيم في الماتش، هو ما عجبنيش محمد ابراهيم في الماتش خالص بالمناسبه مباراه الاسماعيلي، لكن انا اعلامي اقول عجبني اقول ما عجبنيش، مش انا المسؤول عن النادي واقول لكل المدربين اللي لعبوا محمد ابراهيم انهم بيجاملوا، صح ولا غلط؟ انا هنا اتكلم في اللي شفته تمام. المدرب بقى مش ده بس، مش نيبوشا بس، واللي قبله واللي قبله واللي قبله كلهم لعبوا محمد ابراهيم، بما يعني ان محمد ابراهيم في التمرين كويس، بما يعني ان محمد ابراهيم، سيبك من ابراهيم، محمد ابراهيم موهوب، احنا عارفين ان هو موهوب، سيبك من دي، بس كل الناس دي اجمعوا ان الراجل ده لو خد وقته هيبقى كويس، يبقى كلهم بيجاملوه، مصورهم مثلا سالفين منه ليه يعني؟ هيجاملوه ليه؟ خلينا بس نفصل بين دي، يعني انا ضد مبدا تماما انك تروح تقول اصل المدرب ده جامل والعدل الكلام ده، مش المدرب عنده وجهه نظر تطبق، مفيش حاجه اسمها بقى عدل وظلم ونحب بعض، احنا مش في الدراما هنا، احنا في الكوره تمام. فانا ضد المبدا، لكن وانا بحلل حاجه ثانيه، هات ان انا بقى انا مش بس الناس عارف ان الدنيا داخله في بعض، انا هنا بحلل هو اللي انا شفته، هات ان انا شخصيا كده حطني في موضع المسؤوليه وهقوم مدبس بقي من هنا ومن هنا، رايي هخليه لنفسي، ملعب مش هروحه عشان ما تطلعش مني كلمه حد يفهمها تصريح، ها؟ ماشي. تعالوا نروح بقى لمحمد ابراهيم صاحب الثانيتين زياده، ثانيتين زياده طلعوا عبد الله اوف سايد، ثانيتين زياده طلعوا عبد الله اوف سايد، عبد الله جمعه. تاني ركز دايما الكوره في رجله قد ايه محمد ابراهيم، ها؟ ها 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 ضاعت الكوره محمد ابراهيم، هي واحده بقى لعبد الله، لا بس كان لازم الثانيه بتاعت السنده فتقطع الكوره محمد ابراهيم اهي، طب شوط بقى يلا، طب طب ها طب ما مفيش، راحت الكوره لعبد الله جمعه، كان هو يقدر يشوط، كان ممكن يلعبها لكاسونجو محمد ابراهيم راحت بالصدفه لاعب الاسماعيلي هو اللي زقها مش محمد ابراهيم. تاني
مدبولي مدبولي مفيش. ما بص لا لا معلش ارجع لك الكوره دي عشان الكوره دي وانا بتفرج كنت هكسر البتاع على دماغ البتاع على دماغ انا. بص يا جماعه الكوره جت لمدبولي في التوقيت الصح عنده المساحه اهي. بص اقف بقى هنا مساحه اهي 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 شايف ايدي في مساحه اهي 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 كره جايه لي في نفس الاتجاه بتاع المساحه كمل لا اقف وانا خليها ترقيصه في الاتجاه العكسي يحصل ايه تخلص الكوره. كل سنه وانت طيب. مدبولي 3 جوه ال 18 واحد على حدود 18 حنكش حنجل ضاعت. انا ممكن اقيس على كده على فكره كتير ها. كي لا يفهم كلامي بمعنى اصل احنا عندنا الكلام كله اكستريم يعني انت لو انتقدت حاجه يبقى مش عاجبك كله على بعضه كده بحاله بمحتاله ها. ولو قلت حاجه كويسه في حد يبقى ده بالنسبه لك الملاك. لا ومفيش ملاك ومفيش شيطان بس انا لما اشوف دي لازم اتكلم. ام سوري مش قادر بصراحه. لما اشوف دي لازم اتكلم. هل انا معجب بمدبولي؟ اه معجب بمدبولي. هل انا معجب بمحمد ابراهيم؟ طبعا معجب بمحمد ابراهيم. لكن مش معنى ان انا معجب اصل في ناس بتفهم يا اخي ساندو يا اخي يا اخي اقف جنبه. اقف جنبه يعني اعمل ايه؟ اقف جنبه يعني اتفرج عليه واسكت؟ اقول له معلش المره الجايه بضيع 3 ثواني مش ثانيتين؟ لا لازم اتكلم لازم اتكلم. لكن تيجي تقول لي حط ايدك شيل فلان من التشكيل ماليش دعوه. تشكيل المدرب هو اللي يعمله. انا لو مره من المرات يعني احد اللاعبين مش السنه دي خالص يعني جه سالني قال لي انت عملت تقول كذا والمدرب قال لي كذا قلت له مدربك يا حبيبي انا ماليش دعوه. انا اقول بقى لاي حاجه انا انا مش مسؤول. مدربك قال لك ما تعملهاش ما تعملهاش قال لك اعملها اعملها. انا ما رايي عادي اعلامي ممكن تتجاهلني تماما ممكن تفكني تماما كبر دماغك مني اسمع كلام مدربك عشان بس ايه نفرق نميز بين الحقيقه والحقيقه برضو. تعال نشوف بقى حاجه صغيره من الحاجات اللي لعيبه الزمالك عملوها في نيبوشه السنه دي. بالمناسبه نيبوشه عليه انتقادات كتير قوي ابرزهم يعني بالمناسبه ان مفيش باك رايت على الدكه. مفيش باك رايت على الدكه. مفيش باك ليفت على الدكه. مش عارف يعني كان ايه المتوقع يعني لو اي حد اصيب ايه العمل؟ مش عارف اختياراته للدكه عموما نيبوشه كانت غريبه جدا السنه يعني انا مش فاهمها. في اخطاء تاني جوه الملعب بس في اخطاء يعني فيتل فيتل لان اخطائه جوه الملعب دي مرتبط بيها اللعيبه شويه يعني ممكن تقعد تفكر هنا دي نيبوشه ولا لعيب لكن اختيار الدكه دي نيبوشه خالصه مخلصه مفيش غيره. فبتلعب من غير دكه فيها باك يمين وباك شمال طب يعني منتظر ايه يعني ايه يعني افرض حد جرى له حاجه هتعمل ايه؟ خد بالك اللي بيلعب باك يمين ده اصلا مش باك يمين اساسا بقى يعني مش باك يمين طب يعني anyway تعال نشوف بقى حاجه من حاجات لعيبه الزمالك الجميله دي اللي هي ايه عملوها في نيبوشه وتسببوا في اللي احنا فيه النهارده. وبالمناسبه معلش انا برغي كتير في وسط الفقره الفنيه بس في حاجات انا شايف انها لازم تتقال. بصوا يا جماعه مع كامل تقديري واحترامي الشديدين لفكره اللعيبه دي مش مقدره حجم نادي الزمالك، اللعيبه دي موظفين، مش مقدرين قيمه نادي الزمالك. اللي ما عندوش غير الكلمتين دول مش لازم يقولوا. بصراحه كلمتين بالنسبه لي ما لهمش اي معنى، ما لهمش اي لازمه، وكلمتين عامتين تماما ما بيعنوش اي شيء، وعشان اكون يعني امين معاكم، اللعيبه دي اتدلعت فعلا في الماتشات السهله. لكن في الماتشات الصعبه ما اتدلعوش. اللي هم فيه في الماتش الصعب ده مش دلع، ده خروج تماما عن السيطره. انهيار كامل في الثقه. وفي ماتش المقصه، وفي ماتش سموحه، وفي ماتش امبي لا دلع مش دلع خالص ده انهيار للثقه بالنفس. انهيار للثقه بالنفس ده هم مسؤولين عنه برضه فقدوه في الماتش السهل اللي كان ممكن يقرصوا فيه ويخسروا بفلك. هم عملوا في نفسهم كده وفي منظومه بصراحه ما بتساهمش قوي في النجاح يعني. لكن اختزال المشهد اللي شفناه امبارح ده اللعيبه مش مقدره حجم نادي الزمالك اللعيبه مش مقفله اللعيبه جابت اخرها بالمناسبه بس هو ده اخرهم في ظل الظروف دي. هو ده اخرهم في ظل الظروف دي وكل اللي حصل في الماتش ده ما عجبكش كان ناتج عن انهيار ثقه بالنفس. لكن انهيار ثقه بالنفس دايما بيبدا بايه؟ بسن الدلع. يعني انت كويس ماشي تمام يلا بقى نتدلع. مش يلا نتدلع بقى نتدلع نتلسوع نفقد ثقتنا بنفسنا نكش نخرب الدنيا. تعال نشوف كده دونجا اللي بادئ بعد بعد فتره طويله جدا. بص دونجا واحد اتنين الله مشيت مشيت يلا يا دونجا بقى وباص باص جميل لرزاق طبعا هايل عواد مشيت اهي. طب نستغل بقى الموضوع بقى ونرجع ثقتنا بنفسنا بقى ونعمل جيم جامد بقى ونرجع بقى للتشكيل بقى يلا بقى نرجع نفسنا بقى يلا بقى يلا يلا نودي نفسنا في داهيه بقى نودي نفسنا في داهيه خالص بقى ها والنتيجه 0-0. والله العظيم ولا ليكوا عليا حلفان الزمالك عامل جيم كويس وانا في الدقيقه 35 كده بقى تقول ايه يا فين الغلطه اللي هتودينا في داهيه يا ترى جايه من مين المره دي؟ يعني مره كانت شناوي المقصه مره كانت كل مره كان حد يعني مش عايز احصرها في حد بس انا والله العظيم الدقيقه 35 جت يا ترى مين بقى الجميل اللي هيعملها معانا النهارده؟ لقيت فجأة والله والله العظيم الله الله حياتكم في نفس اللحظة كان المشهد ده بيحصل قدامي. طارق حامد برضه بعد ما خدها قعد 10 سنين بالمناسبة طارق حامد كان أفضل لعيب في الزمالك في مباراة الإسماعيلي
حتى لو الخطا ده وحتى لو في اخطاء كتير، بس هو فعلا افضل لعيب في الزمالك في الفتره الاخيره مش في مباراه الاسماعيلي بس. خدت بالك من الفرق؟ يعني انا لعيب جاي من بره وداخل جوه، لعبت الكوره جت مشيت معايا، طب مشيت معايا اساعد نفسي بقى، اساعد نفسي مش اساعد الاسماعيلي، اساعد نفسي. لكن ده كان النتيجه. تعال نشوف بقى حاجه ثانيه برضو غريبه جدا. محمود علاء، محمود علاء احد مفاجات الموسم، عامل ستارت قوي جدا، بيطلع بالكوره كويس قوي، بيسجل اهداف كتير قوي، اتكلمنا عنه كويس قوي. ثم محمود علاء مش عارف يشتت الكوره، مش عارف يطلع، مش عارف يشتت الكوره، مش مجازا انا بتكلم حرفيا، مش عارف يشتت الكوره، حطها دايما على نص دايره. يعني محمود علاء دايما بيطلع من جوه ال 18 اسيستات، اسيستات، ها اسيست اسيست. تاني محمود علاء، ها فتحت خالص، فتحت خالص. طب نعمل ايه؟ نصلي صلاه الشوطه يا رب للاسماعيلي. تاني محمود علاء اسيست اسيست، قلب دفاع بيطلع كره اسيست. انا بتكلم على تشتيته، مش بتكلم على يعني تشتيته، ها تروح للاسماعيلي تقريبا الكره كانت يعني زي ما تكون بتحكي حكايه كده. ثم اخذها فلان، ثم مرت من خلال علان، ثم جت لمحمود علاء. اه خلاص اسماعيلي بقى. ستارت هايل الموسم محمود علاء، وسجل اهداف، وقلنا بس هيرجع لنا فكره المدافع الهداف وبيطلع بالكره كويس. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ودي حاله فرديه تماما، دي مالهاش علاقه بالفرقه. يعني هو مش عارف علي جبر ما غطاش عليه، اصل كان المفروض مؤيد ما يزيدش وهو زاد. لا انا بتكلم على حاجه خاصه بيك لوحدك، لوحدك انت، لوحدك كنت هايل، انت لوحدك بتلعب ماتش قدام الاسماعيلي. يعني احيانا لعيب يريح شويه في ماتش سهل قدام الاسماعيلي، وفرق النقط بسم الله ما شاء الله بينك وبين الاهلي. يعني ده ان كنت انت بتبص للاهلي دلوقتي، وبالمناسبه الاسيوطي ورا الزمالك بثلاث نقط، فانت كنت بتبص للاهلي فالمسافه بعدت. ايه الداعي؟ ايه الداعي؟ والمناسبه بما اننا يعني بنحيي فعلا طارق حامد رغم انه فنيا في اخطاء كتيره قوي، لكن كان ارجل لعيب في الملعب، ارجل لعيب في الملعب بصراحه، ارجل لعيب في الملعب. وبحيي بالمناسبه يوسف اوباما رغم انه عمل اخطاء، بس انا عازر تماما انه بيلعب في مكان مش مكانه خالص خالص. وبالنسبه للاداء ده لا، هتقعد تقول لي ما كان لازم يلاعب فلان. مين فلان؟ مين فلان؟ حازم مصاب، احمد توفيق اخر ماتش لعبه كان سنه 2015، اخر ماتش كويس لعبه، اللي هو لعبه على رمضان صبحي في نهائي كاس مصر باك رايت سنه 2015، احنا داخلين على 18. افضل مباراه جيده لعبها بقى احمد توفيق كباك رايت، كان يلعب بمين؟ اصل في ناس بس تقعد تقول لك ايه؟ هو لعب يوسف وما فودانا في داهيه، هو انت عندك بره داني يعني داني الفيش وانا مش عارف؟ مخبيه عليا؟ انت عندك عندك كربخال؟ قول لي، لو عندك قول لي، عندك كربخال بره؟ مش عارف بصراحه. anyway عمل اخطاء، عمل اخطاء، من ضمنها خطا الجول، من ضمنها خطا الجول، لكن الله غالب، الله غالب. اللي بيلعب مكانه شفنا قبل كده، واللي بيلعب قبله مصاب ما كانش فيه، بالعكس ده انا يعني مبسوط ان هو تم اكتشافه في المكان ده، مش عشان يبقى هو باك يمين الزمالك، بس عشان يسد في بعض الاوقات. وبصراحه انا شايفه اوفر اول يعني سد. كان هناك زمالكا قبل هدف كالدرون، زمالك جيد مش خطير، بس جيد، يعني هو مسيطر. لما تقعد تتفرج كده مين اقرب للمكسب؟ الزمالك. وكالعاده جه الجول مفيش حد واقف على رجله في الملعب، مفيش لعيب واثق من نفسه، مفيش واحد انت مستني الكره تجيله بتقول يا رب تجيله بقى عشان هو ده اللي هيعمل حاجه، مفيش. الشخصيه تسمع صوتها وهي بتخبط في الارض، تسمع صوتها فعلا وهي بتخبط في الارض. تعال نشوف الزمالك بعد جول كالدرون. يجري يجري يجري، بعدين فجاه اتزحلق لوحده. ممكن حد يتفرج على اللقطه دي، بس بصراحه انا بعتبر دي سذاجه، عشان بس اكون امين معاك، احنا اصحاب يعني. يقول لك ها ده مستوى محمد شامي، لا ده مش مستوى محمد الشامي، شفنا محمد الشامي في انبي، شفنا محمد الشامي في مصر، ده مش مستوى محمد الشامي، ده مستوى محمد الشامي وهو مرعوب، وهو مهزوز، وهو مش واثق في نفسه. لان الثقه بتنتقل اللعيبه من خلال الجهاز، والجهاز من خلال الاداره. المنظومه كلها لما تبقى واثقه في نفسها، اللعيب المتوسط يعلى سن، اللعيب الكويس يبقى كويس قوي، لكن الزحلقه دي ده مش مستوى محمد الشامي، ولا ده مستوى محمود علاء، ولا ده مستوى، ولا ده مستوى، ولا ده مستوى، لان الظروف مش مهيئه لاي حد فيهم ان يكون في مستواه. كمل مع بعض في الانفورسد ايرور، اخطاء مش اخطاء، هو الفرقه وقعت، وقعت، وقف اصلا محمد الشامي، وقف يكلم مؤيد، مؤيد برده رفع بدون اي معنى او لازمه، الشامي طلع بيها لوحده بره اوت. مدبولي، كاسونجو،
أول كرة تيجي لكاسونجو انفراد في الساعة، محمد إبراهيم معرفش يعني عمل حاجة عكس اللي كان ممكن تحصل خالص. بس خدوا بالك، اقرن دايما اللقطات دي بالنتيجة دي، خلي عينك على النتيجة دي وأنت بتشوف اللقطات دي. طارق حامد، الفرقة مش واقفة على رجليها أصلا، الفرقة مش واقفة على رجليها أصلا. محمد الشامي كان لازم هنا الباص، بس هو اتأخر شوية وتراك صاروخ في ركبة كاسونجو تطلع الكورة بره. فرقتين مش فرقة واحدة، فرقة قبل الجول وفرقة بعد الجول. ده مش معناه إن الفرقة قبل الجول دي كانت يعني باريس سان جيرمان، لا كانت فرقة برضو بس كانت فرقة جيدة، كانت أقرب للمكسب، كانت أحسن من الإسماعيلي. أقول لك على حاجة، أحسن من الإسماعيلي. لو الماتش ده ممكن يخلص 1-0 أو يخلص 1-0 للزمالك مش للإسماعيلي، لكن وانس إن الجول جه ومش ده مش هنا. أفكرك حاجة تاني؟ أفكرك مباراة سموحة 45 دقيقة وان سايد جيم الزمالك، لغاية ما الكرة اتنطت محمد حمدي زكي حطها بوش رجله في المقص، الزمالك خرج من الجيم، خرج من الجيم خالص. مفيش ثقة، مفيش شخصية، مفيش سيطرة على النفس في الوقت الصعب، مفيش لعيب تقيل قديم عدى عليه سنين متعود على المواقف دي، فلما تيجي المواقف دي هو اللي يلم الفرقة. اهدى، اثبت، اقف، العب، لأن كابتن الفريق زي ما قلنا قبل كده ما بيكملش أصلا 30 سنة، لأنه ما بيعيش في النادي لغاية 30 سنة. كلمنا قبل كده عن الباترون بابلو اسكوبار الكرة المصرية كالدرون. كالدرون جاب جول هايل في الزمالك وان تاتش، بس هل ده الوان تاتش الأول لكالدرون في الدوري المصري؟ تعالوا نشوف كده الجول. هنا طبعا قلنا عن أوباما، لكن أنا الحقيقة مش بلوم أوباما أوفر أول يعني، بس يا ولد يا ولد، وكنت بحمل فيها سنة الشناوي يعني. تعال نشوف كام وان تاتش، واحدة تانية تراك. مباراة الاتحاد ده الأسبوع الأول في الموسم، واحدة تراك. لا باترون باترون يعني، اسكوبار اسكوبار. هترجع له تاني دلوقتي، هترجع له تاني دلوقتي، هترجع له تاني دلوقتي. تراك، لمسة واحدة قبل ما تفكر، قبل ما تبتدي تستوعب ايه اللي بيحصل حواليك بتكون الكرة في الشبكة. لعيب هايل، بهني الإسماعيلي بصراحة عليه، لعيب هايل 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 هايل. ودي برضو على فكرة ميزة انك تفكر اوت اوف ذا بوكس، يعني السوق الافريقي معروف، انا نيجيري، الفارود الافريقي الخطير، الفارود النيجيري الخطير، الفارود الغاني الخطير، الفارود لا ده راح امريكا الجنوبية، جابوها من امريكا الجنوبية. تحفة 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 الباترون او بابلو اسكوبار الكرة المصرية كالدرون، اللي سجل امبارح للإسماعيلي ضد الزمالك واعتلى بالإسماعيلي في صدارة الجدول. اتكلمنا قبل كده عن ميدو، وقلنا ان ميدو جالنا عن طريق الارقام. طب تعالى نروح نشوف الارقام، يمكن تجيب لنا ناس تانية. اللاعبين الاكثر مراوغه، محمد عنتر احد الناس اللي جابته لنا الارقام برضو، 53 مراوغه، ثم ناصر ماهر، ثم ابو بكر الدياره، خرج تماما مدبولي من الليله، واظن واضح محمد عنتر، ناصر ماهر، ابو بكر الدياره، لاعب امبي. اكثر المهاجمين وقوعا في التسلل، ميدو النصر 19، كابونجو زمالك 18، محمد حمدي سموحه 15. اكثر اللاعبين محاوله صحيحه على المرمى، رقم واحد مش فرود، رقم واحد مش فرود، اكرر رقم واحد مش فرود، حسين الشحات 23، تحت عمر السعيد فرود 19، تحت جون انتوي 19، والرابع وليد ازارو 18. خد بالك ان وليد ازارو هنا هتلاقيه قريب جدا من جون انتوي، يعني هما 18 19 تقريبا، مفيش فرق، بس فرق الاهداف بين ده سجل قد ايه وده سجل قد ايه بتعبر عن ايه يا عزيزي المشاهد؟ بتعبر عن ايه؟ عن الفاعليه. هنا المحاولات شبه بعض 18 19، لكن ده مسجل قد ايه وده مسجل قد ايه، الفاعليه هنا بتبان. اللاعبين الاكثر تمريرا للكرات الطوليه الصحيحه، وركز معايا هنا عشان في اسم هنا هيتكرر معانا، رقم واحد عمرو موسى المصري 52، ثم طارق حامد 51، نور السيد 51، اسلام ابو سليمه المصري 50، ركز في الاسم ده عمرو موسى. اتكلمنا في الكرات الطوليه، طب في التمريرات عموما بقى الصحيحه، طارق حامد 878، محمود علاء اعتقد الرقم ده لو محمود علاء استمر بنفس المستوى مش هنلاقيه في الجدول اصلا 642، حمدي فتحي 599، و عمرو موسى 565. اللاعبين الاكثر استخلاصا للكره، سمعني كده ومين الاسم الاول والنبي قولها لي كمان، عمرو موسى 225، ثم سعيد وسنبوري ضيف دائم في هذا الجدول 214، ثم طارق حامد 211. الحقيقه طارق حامد السنه دي يعني مظلوم شويه في مستوى الزمالك.
افضل المهاجمين الفوز بالفوز بالكرات الهوائيه: عمر السعيد 47، ثم مصطفى محمد 46، ثم ميدو 43. الفرق الاكثر استحواذا ويا للعجب: الزمالك 63، ثم الاهلي 59، ثم ام بي 57. مساء الخير على الكابتن ايهاب جلال. احصائيات الفرق الاكثر ارسالا للعرضيات: اختفى ام بي من المكان هنا، ام بي كان موجود دايما لكنه اختفى. الزمالك 368، المصري 342، النصر 326. المراوغات الصحيحه: المقصه سبق الاسيوطي، الاسيوطي كان دايما في المقدمه. المقصه 208، الاسيوطي 200، النصر 188. الاسيوطي والمقصه فرق صاعده، من الاكثر ثلاث فرق مراوغه في الدوري. الاسيوطي الفرق القلب الجامد يا جماعه، القلب الجامد. احصائيه الفرق الافضل في التمريرات الصحيحه عموما: يا للعجب، يا طب واحده كمان يا للعجب. الزمالك 5018، الاهلي 4000، بس طبعا هنا الارقام الاهلي لسه فاضل له ماتشات مؤجله، لكن الزمالك 5018، الاهلي 4698، ام بي مساء الفل للكابتن ايهاب جلال 4640. افضل الفرق في المحاولات الصحيحه على المرمى: المقاصه 72، ثانكس تو حسين الشحات وجون انتوي، يعني الرقم ده تقريبا هم مساهمين في نصه. المحاولات الصحيحه على المرمى: المقاصه 72، الاسماعيلي 72، الاهلي 65، ام بي 63. اين الزمالك؟ انا لا اراه. اعتقد ان ارقامنا ماشيه مع الدوري، صح؟ يعني تحس ان اللي بيحصل بيترجم لارقام. خد بالكوا انا قلت قبل كده الرقم مهم، لكن الرقم لوحده غير كافي، يعني ما ينفعش تتنازل عن كل حاجه وتقول اصل الرقم بيقول، والا ما تتفرجش على الماتش، تتفرج على الرقم، سهله يعني. لكن الرقم لما يقرا الماتش وانت تجتهد في قراءه الرقم، الرقم ده احيانا بيكون كاشف وبيعبر لك عن حاجات موجوده فعلا في الماتش. تسيب الرقم تروح الماتش تلاقي الرقم كان بيعبر تعبير حقيقي عن حاجه حصلت. نرجع بقى لسؤالنا اللي سالناه في اول الحلقه خالص: هل تؤمن بالنحس ولا ما بتؤمنش بالنحس؟ تعالوا نشوف الاجابات، والاجابات على عهدة المشاهدين. ألا قد بلغت، اللهم فاستر. هل تؤمن بالنحس في كرة القدم؟ لوكا مودريتش مساء الخير يا عفيفي، ما فيش حاجة اسمها خرافة، بس في نحس، وعندك مثال حي يرزق اسمه كريم بنزيما، بيقهرنا بالأهداف اللي بيضيعها، واكتسب منه الخبرة كابتن وليد أزارو، بس أزارو تعادل دلوقتي وبقى كويس الحمد لله. بالمناسبة في النهاردة تصريح لزين الدين زيدان قال: سأدافع عن كريم بنزيما حتى الموت. محمد راغب: هو مفيش حاجة اسمها نحس، بس في حاجة اسمها توفيق وعدم توفيق، وده موجود في العالم كله، وأنا أهلاوي طبعا. بشكرك جدا محمد راغب، توفيق وعدم توفيق. أحمد محمد: طبعا في نحس، والدليل على كده إن ممكن لعيب ما يجيبش كورة في الجول، وممكن هي هياها، حلوة هي هياها دي، نفس الكوره بس في مباراه ثانيه يحطها بكل سهوله. بصراحه برضه يا ابو حميد، هو حسب مين بيبقى موجود في مجلس الاداره وقتها، يعني في ناس لما تبقى موجوده الكوره ممكن تيجي في العرض. الاء احمد: والله انا لم اكن امن بمثل اؤمن المفروض اؤمن او بمثل تلك الاشياء حتى رايت الزمالك. انا حاسس ان الاجابات مركزه في حتت معينه، طبعا في اجابات مركزه في حتت ثانيه، بس احنا محضر خير، والإجابات على عهدة المشاهدين. ألا قد بلغت، اللهم فاستر. أحمد أوزيل: أيوة أؤمن، أيوة، ومش عايز أتكلم كتير، ونهاية أفريقيا دليل، وكرة ستانلي اللي كارها تفرحنا. أحمد قافش قوي كاتب الكلام ده، وهو يعني واضح أنه متوتر. أحمد قاسم: أكيد في توفيق وعدم توفيق، وده ليه دور كبير في نتائج الماتشات، بس ده من عند ربنا فنسيبه بظروفها، انما انا حتى لو عارف ان مش موفق لازم اجتهد واعمل اللي عليا، وفي الاخر الكوره هتطوعني. نفسي اللعيبه يكونوا عارفين كده ويعملوا اللي عليهم بس، وما يفكروش في حاجه تانية. المشاهدين مركزين في السؤال، ماشي. ميدو علي: مفيش حاجه اسمها نحس، بس في حاجه اسمها اجتهاد وروح في الملعب، والاهم من ده لازم يكون في توفيق، طبقا لميدو علي. محمد عيد رشوان: لو النحس اللي هو بمعنى كلمة نحس لا مش موجود، لكن لو تقصد الحظ اه موجود، ولكن للفريق المجتهد، بحسب محمد عيد رشوان.
نادر رمزي خرافة أكيد يا عفيفي، سواء إحنا واخدينها حجة هو يبقى سوء توفيق مع قلة تركيز مع سوء تخطيط يدينا حاجة اسمها نحس. سبحان الله بدأ يعني يقرب شوية من الموضوع. نادر رمزي: جعلوني مدرسا، أحيانا فعلا الكرة بتعاند اللاعب أو الفريق، لكن النحس المطلق أو إن حد وشه وحش ده كلام ملهوش معنى إلا لو كان الحد اللي وشه وحش ده بيهد، وساعتها الانهيار بيبقى نتيجة أفعاله مش نتيجة النحس، لأ وبيغمز. جعلوني مدرسا، واضح إنه كان تقريبا الوحيد اللي مش مركز في السؤال وبالتالي جاوب إجابة غريبة شوية. وجهة نظري المتواضعة في الموضوع: مفيش حاجة اسمها نحس، أنا رأيي كده يعني، مفيش حاجة اسمها تفاؤل، مفيش حاجة اسمها تشاؤم. في أحيانا ظروف خارجة عن إرادتك، يعني حاجة مالكش أو مفيش لاجتهادك فيها دور، هي بتحصل أو لا، يعني تحدث أو لا تحدث، بس دي لا يمكن ترتبط الجزء الإيجابي منها بشخص دايما أو الجزء السلبي منها بشخص دايما، ليتحول ده لمرزق وده لنحس. أحيانا لما بتستدعي كل أسباب النجاح بيبقى عندك أسباب كتير، فلو سهم النجاح معدي وانت جسمك عريض قدامه ممكن يخبط هنا، ممكن يخبط هنا، ممكن يخبط هنا، بس سهم النجاح هيصيبك لأن انت زودت احتمالات النجاح، فوقفت له في مساحة عريضة واستقبلته سواء هنا أو هنا أو هنا. سهم الفشل سبب أو سهم الفشل نفس الكلام، لو تضاءلت قدامه صعب يجيلك، لكن لو فردت صدرك قدامه هيجيلك، هيجيلك. مين معانا على التليفون؟ محمد، مساء الفل. مساء الخير يا باشا. ايه الاخبار، كله تمام؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. تؤمن بالنحس يا محمد؟ لا طبعا، مفيش حاجه اسمها نحس. مفيش حاجه اسمها نحس. في حاجه اسمها ايه؟ توفيق وعدم توفيق. توفيق وعدم توفيق مرتبط بالاجتهاد صح؟ بالاجتهاد طبعا، توفيق وعدم توفيق واجتهاد في الملعب وخطه وإدارة وخطة. أسباب نجاح، يعني أنت مؤمن بالتوفيق مع أسباب النجاح، لكن ما فيش حاجة اسمها نحس مطلقا كده، يعني ما فيش حد وجوده بيسبب إن فرقة تكسب أو فرقة تخسر. لا طبعا ما فيش، واللي بيقولوا يعني رئيس نادي الزمالك ده خرافي. أشكرك 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 محمد، أشكرك أشكرك. محمد مساء الفل. مساء النور. إيه الأخبار، كله تمام؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. أستاذ أحمد. إيه الأخبار، كله تمام؟ الحمد لله. قول لي، هل تؤمن بالنحس؟ لا الحقيقة ما بأمنش بالنحس، هو بيبقى فيه برضو توفيق وعدم توفيق، بس أنا كان عندي بس استفسار صغير. تمام اتفضل. عايز أقول لحضرتك، أنت خدت بالك إن الأهلي الأيام دي بيلعب 4-4-2؟ الأهلي لعب 4-4-2 مباراة المقصة. كان بي عبد الله السعيد وينج رايت بالظبط، وليد سليمان وينج ليفت، واثنين أجاي وأزارو. برافو عليك على الملاحظة، برافو عليك على الملاحظة. أنا النهاردة ما كانش عن تشكيل الأهلي بس كنت مهتم أتكلم عن تفاصيل، بس ملاحظة قيمة جدا أحييك عليها. سؤال تاني، مين هياخد الدوري في الآخر؟ انت هتخلينا نؤمن بالنحس ولا ايه؟ ما احنا عارفين مين اللي هياخد الدوري في الاخر. الاهلي غالبا، الاهلي غالبا. اشكرك جدا جدا يا محمد. احمد مساء الفل. الو مساء الخير كابتن عفيفي. ايه الاخبار، كله تمام؟ الحمد لله تمام. تؤمن بالنحس؟ لا ما بؤمنش بالنحس، انا مقتنع بان اللي بيجتهد ربنا بيكرمه. تمام. وبجد بس معلش اعذرني في دقيقه، انا بتمنى الاستقرار للزمالك، انا كان نفسي يعني اعمل مداخله من زمان. الزمالك محتاج استقرار قبل اي حاجه، واللي عايز يشوف بصمه نيبوشا او اي مدرب تاني بس بالذات نيبوشا يشوف طارق حامد وهو بيعمل حاجات اول مره يعملها في ماتش الاسماعيلي، وفي الماتشات اللي قبل كده هو بيشوط على الجون بيقطع كويس بيلعب على الارض. الزمالك طريقته غير اتغيرت فعلا، واحنا نتمنى استقرار لان بجد الجماهير بتتعب. اشكرك جدا جدا، اشكرك. طبعا واضح العصبيه طبيعي جدا جدا في ظل نتائج الزمالك او في ظل احداث الزمالك الاخيره تكون النبره بالصعوبه دي. محمد مساء الفل. محمد ايه الاخبار، كله تمام؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. هل تؤمن بالنحس؟ والله بص يا كابتن عزيزي، النحس ده يعني في اوقات 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 واوقات، يعني موجود موجود بس مش يعني. طب موجود ازاي يعني؟ في حد معين؟ طب انا اديلك سؤال، طب انت بتشجع نادي ايه؟ انا محمد من اسماعيليه، بشجع الاسماعيلي اكيد. تشجع الاسماعيلي؟ تمام، اجدع ناس اسماعيليه. مساء الفل عليكم، مبروك الصداره ومبروك كالديرون ومبروك عواد، حلو كده؟ حلو كده. هل في حد بعينه كل ما بتشوفه مثلا الصبح الاسماعيلي يخسر؟ او حد بعينه كل ما بتشوفه الصبح الاسماعيلي يكسب؟ لا لا لا. شفت؟ مفيش نحس، احنا بيتهيأ لنا بس طبعا. الحاجات دي اكيد. والله على العموم انا اتفضل اتفضل. رايح حضرتك كيف الاسماعيلي السنه دي، ومن رايك من وجهه نظرك يعني الاسماعيلي هينافس ولا؟ بس اقول لك على حاجه، الاسماعيلي يقدر ينافس ويقدر يكمل لاخر مدى في الدوري، الموضوع بس بيتطلب حاجه مهمه. الاسماعيلي هيعدي بايام صعبه، هيتعادل ماتشات، هيخسر ماتشات، محتاج في اللحظه دي
قبل لحظة الفوز، لحظة الهزيمة أو لحظة الإخفاق، تكون المنظومة كلها إيد واحدة، إدارة، جهاز، لعيبة وجمهور في ظهر كل ده، ما يفقدوش الثقة أبدا. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، الإسماعيلي النهاردة كسبان الزمالك ومعتلي صدارة الدوري، محتاج الماتش الجاي على طول، ده الماتش الجاي ده على طول ما ينزلش متدلع عشان ما يحصلش فيه زي اللي حصل في المقصة وزي ما بيحصل في فرق كتير جدا. أول ما بتفرح ونفسها بتعلى والإيجو بيضرب لفوق، الماتش اللي بعده على طول بيضرب غطس. وأنا بشكرك جدا جدا يا فندم. معانا مين تاني؟ أحمد محمد، مساء الفل. أحمد مساء الخير، إيه الأخبار؟ كله تمام؟ بخير والله الحمد لله، زي حضرتك؟ الحمد لله. هل تؤمن بالنحس؟ أنا أؤمن بالنحس، أنا أؤمن بإدارة بتصدر النحس للناس، وبالتالي اللعيبة بتاخد من الإدارة إنه حتى لو أنا ما نجحتش فأنا نحس، أنا عامل زي طالب ما بيذاكرش وأهله ما بيساعدهوش إنه يذاكر، وفي النهاية لما بيصعد في الامتحان يرجع لأهله يقولوا له يا حبيبي ما تقلقش احنا. إذن عشان ألخص كلامك، في حاجات نجاحها مرتبط بالاجتهاد والشخص اللي المفروض يجتهد، أنا أدخلت في عقله إن في سبب تاني بيؤدي للفشل غير قلة الاجتهاد، فهخلي الشخص ده مع الوقت لما ما ينجحش يلجأ للسبب اللي أنا زرعته في مخه، مش السبب الطبيعي هو إنه اشتغل ولا ما اشتغلش، اجتهد أو ما اجتهدش. أنا صغت الموضوع كده تمام؟ بالظبط كده. أنا أشكرك جدا 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 يا فندم. دي كانت حلقتنا من الكورة مع فيفي، وعايز أقول صديقنا وزميلنا اللي روحه ماليه البرنامج هنا اسلام عزت، كل سنه وهو طيب. امبارح كان عيد ميلاده، كان عيد ميلاد زميلنا وصديقنا برضه ابراهيم عبد الجواد، اعياد الميلاد كترت، كل سنه وانت طيب وانا بخير برضه ان شاء الله، لان عيد ميلادي كمان 6 شهور. دي كانت حلقتنا من الكوره مع فيفي، استنوني يوم الجمعه الساعه 11. تصبحوا على خير.